أهلا بكم في أول حلقة في أول الأسبوع. وعشان دي أول حلقة في أول أسبوع خلينا نسيب السكريبت وتعمل حسابك إن السهرة دي هتطول شوية. والحقيقة يعني يطيب لي حضرات السادة إن أحكي لكم حكاية فنية في أول الحلقة في أول أسبوع. الحكاية الفنية دي حكاية لطيفة جدا بس ليها علاقة بالمقدمة اللي هنقولها، مش ملهاش علاقة يعني. حقيقة في سنة 1975 كانت قامت الحرب اللبنانية الأهلية، ربنا يكفينا الشر. فهجروا الإخواننا بتوع لبنان، هجروا على كل حتة، من ضمن الحتة دي لندن. وبعدين بقت لندن دي كعبة العرب، اللي عايز يلعب قمار، اللي عايز يسهر. وكانوا إخواننا في الخليج معهم قرشين لسه طالعين جداد، فكانوا يجوا لندن يلعبوا قمار كتير ويسهروا حتى الصباح في الكباريهات والحاجات دي. كان في منتج سينمائي اسمه أحمد فؤاد الورداني، اسمه كده، أنتج أفلام منها فيلم اسمه وحوش المينا بتاع الأستاذة فاتن فريد، اللي غنت حتى ازيك استكترها استكترها وما بيقولهاش. ماتت مقتولة فاتن فريد بعد كده يعني. وحوش المينا كان بطولة فريد فريد شوقي وفاروق الفيشاوي. الراجل ده كان له ملهى في لندن، كباريه، كان عامل كباريه هنا كده وحاجة جميلة قوي، لأن كان في لندن 20 كباريه عربي منهم كباريه بتاع أحمد فؤاد الورداني. وكان الكباريه ده اسمه كباريه النيل أو ملهى النيل. وكان الكباريه ده يبدأ بعد الساعة 3 الفجر، يعني يبدأ الفقرات بعد الساعة 3 الفجر. ليه بعد الساعة 3 الفجر؟ مش عشان صلاة الفجر بعيد عنك، لا، ده عشان الجماعة اللي بسهرانين في القمار بعد ما يفلسوا في صلاة القمار يجوا يسهروا عنده. وكان أحمد فؤاد الورداني يستضيف نجوم عرب يغنوا عنده في الكباريه لإخواننا الخلايجة. وكان يبقى دايما في نمره كبيره كده، مطرب مصري كبير. احمد فؤاد الورداني كان بينتج مسلسل بطوله الاستاذ سمير صبري والاستاذه يسرى في لندن. وبعدين في يوم عزمهم على العشاء في الكباريه، فراحت يسرى وراح سمير صبري. مين بقى كان النمره الكبيره في الليله دي؟ كان ابو النور، الأستاذ الكبير قوي الجامد قوي، محمد عبد المطلب. محمد عبد المطلب الرائع الجميل ده، الراجل ده لا يعوض، واللي قال عنه عمار الشريعي أنه صاحب الحنجرة الجريئة. الراجل ده حضرات اللي غنى ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان أنول كل الرضا يمات يروح له مرتين، دي ألحان محمد فوزي. فأبو النور راح لندن يغني في الكباريه ده. كان نجم الكباريهات دي مطرب مصري اسمه محمد فتحي، كان بيغني خليجي، يعني هو مصري بس بيجيد الغنى الخليجي. محمد فتحي ده كان يعني كان كاسح بقى النقطة، الجماعة أخواننا في الخليج أول ما يشوفوا محمد فتحي ينقطوه بالاسترليني. محمد عبد المطلب لما راح بدأ يغني بقى حاجاته الحلوة قوي، حاجات الجميلة، صورتنا وإحنا سوا، حاجات الحلوة بتاعته دي، بتقول وتعيد لمين وتشكي لده وده. وفجأة محدش بينقطه خالص، محدش سائل فيه، هو واقف يغني والناس السكارة تحت، محدش بينقطه. فصعب عليه وشال في نفسه. فالأخ سمير صبري رحمة الله عليه قال له يا أستاذ عبد المطلب الناس بتقدرك النقطة دي للرقصات وللكلام الفارغ، لكن أنت راجل بتطلع تقول كلام حلو مش هينقطوك، ده احترام ليك. قال له بلا احترام بلا بتاع يا سمير، الاحترام في مصر حاجة وفي لندن حاجة تانية، الاحترام هنا هو النقطة، أنا معرفش هما خايفين مني ليه. فالأستاذ أحمد فؤاد الورداني صاحب الكباريه ده قال لسمير صبري واليسرى خدوا استرليني
واطلعوا نقطوا الاستاذ تمثيليه كده عشان تجروا النقطه، تشدوا الناس، تشجعوا الناس انها تنزل بالنقطه على دماغ الاستاذ عبد المطلب. وفعلا بدا الاستاذ عبد المطلب يغني، وطلعت يسرى وطلع سمير الصبري، وبداوا ينقطوا الاستاذ تمثيليه يعني عشان يشجعوا اخواننا العرب اللي قاعدين في الكباريه انه ينقطوا الراجل يعني الاسترليني، ما هو جاي يكسب وهو زعلان. يسرى وسمير صبري بهدلوا الدنيا وكلها فلوس احمد الورداني صاحب الملهى. فيسرى قالت للاستاذ عبد المطلب ما تغني رمضان جانا، فغنى رمضان جانا ونزلت عليه النقطه فظيعه. طلعت يسرى نقطت، وسمير هوب الجماعه اللي في الكباريه طلعوا نقطوا الاستاذ عبد المطلب ولم فلوس كتيره جدا. الاستاذ سمير صبري بيقول انه بعد سنوات قابل الاستاذ سمير صبري في شيراتون وقال له يا سمير انا عندي حفلات، مجموعه حفلات في باريس، ما تجيب يسرى وتيجوا تنقطوني وتعملوا نفس العامله دي. الفكره كلها ان في واحد يطلع ينقط عشان يشجع الناس التانيه ترمي نقطها بقى. يشجع كورال كده كبير يرمي النقوط على الرقاصه، دي حركه معروفه يعني. عملها الاستاذ سمير صبري والاستاذه يسرى مع الاستاذ الكبير عبد المطلب. ليه بقى انا الحكايه دي تطنت في دماغي؟ هقول لك ليه لو طولت بالك وصليت لي على النبي. وخلونا نبدا بقى بالمقدمه وهتعرف ليه انا حكيت لك الحكايه دي. أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من زمان، من زمان قوي وإحنا بنتكلم هنا عن التطور الطبيعي لخطاب السيسي وكلامه مع الناس، من أول ما بدأ السيسي سنوات حكم الأولى بمرحلة الاستدراج والحنية وبكرة تشوفوا مصر، المرحلة الطبيعية للشط. مفيش واحد هيتعرف على واحدة غير لما يقول لها لون عينيكي فيها حزن، سحر عينيكي في سر كتماء، شويه حاجات كده الاخر يعني هو عايز يجيبها. وده اللي عمله السيسي مع الشعب. بدا باسطوانات محمود ياسين، عينيكي فيها حبه حزن، ودي اول حاجه، اول طعم لاستدراج الفتاه اللي هي على نيتها، او الفتاه بلغه الاستاذ ستيفان روستي مشروب الفتاه المهذبه. فلما تيجي تستدرج فتاة مهذبة تبدأ كده بقى حنية على شوية تسبيل على شوية حاجات كده آخرها يعني بكرة تشوفوا مصر. السيسي بدأ بداية شاب حبيب في السبعينات ونجحت، أدي الاستدراج. مرحلة تطور خطاب السيسي، ادعاء الزهد، إظهار الحب، صناعة الهالة، الأحلام الوردية والبهرجة. كل دي حضرات السيسي استخدم أو إعاد اكتشاف طريقة السبعينات للشاب الحبيب مع الفتاة المهذبة. أنت لون عينيكي فيها حزن، هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه، إيه الحزن اللي وبكرة تشوفوا مصر. وتطور الخطاب ده للوعود وشراء الوقت والصبر والتهرب من المسؤولية. أدي المرحلة الثانية على طول، الهروب بقى، الفناكيش، مشاريع فناكيش. فناكيش عشان في ناس اخواننا في الجزائر وفي الخليج ما يعرفوش يعني ايه فناكيش. فنكوش يعني مشروع كده ملوش اي اساس، وهم، ما الوهم يعني، التلاعب بالمشاعر، التهرب من المواجهه والتهرب من المسؤوليه، لحد بقى ما تقع الفاس في الراس ويتجوزوا بعض ويطلع الأخ الحبيب ده بالفانيلا الحملات، وانت عارف بقى رداء الصيادين اللي من تحت ده، ويطلع مراته تقول له، فيبدأ يبقى بجح ويهدد ويتطاول عليها ويحملها مسؤولية فشله في الحكم. وده التطور الطبيعي الحبيب السبعينات. فيطلع يقول لك التهديد الشعب والسبب، وبعدين يبيع الزوجة كلها على بعضها. امبارح في المؤتمر اللي عمله السيسي وصل لقمة البجاحة، وتقدر تقول انه عدى براميل البجاحة. الحقيقة ميكس خطير من البجاحة على الفرعنة، كوكتيل من الكذب والنمرضة ولوم الجميع ما عدا هو، انا الفرعون
وهنكد على اللي جابوكم. ده حضرات طلع امبارح لا كهرباء ولا عيش ولا ميه. السيسي حمل وزراء التموين والكهرباء والماليه فشل تبرير قطع الكهرباء. السيسي لام وزير الزراعه على عدم الاستفاده من مياه الصرف في الزراعه. السيسي هاجم صناع الدراما لانهم ما اقنعوش الفلاحين بالتخلي عن زراعه القصب. السيسي هاجم الاعلاميين والصحفيين والخدامين والجزم بتاعته لعدم تبرير ازمتي الكهرباء والخبز. السيسي حمل الانظمه السابقه مسؤوليه زياده تكلفه مشروعات البنيه التحتيه. السيسي حمل الزياده السكانيه واللاجئين استهلاك الميه. السيسي حمل كورونا وحربي اوكرانيا وغزه انها عطلت خطته الطموحه لرفع الدعم. السيسي يخير الشعب ما بين الرضا بقراراته ولا ارفع الدعم وارفع اسعار الخدمات. يعني في الاخر ادينا شايفين شهداء السيسي. نبدا بالشهداء الاولى، وزراء في وزارته التموين والكهرباء والماليه، وادي وزير الزراعه، وبعدين نقل على صناع الدراما خدامينه اللي عامله له الاختيار واحد والاختيار اثنين والاختيار ثلاثه، وعامله له الحشاشين لمهم، وبعدين الاعلاميين ملمعي احذيه السيسي خدهم برضه شوطه، وبعدين ما سابش حتى الانظمه السابقه عبد الناصر والسادات ومبارك، وطبعا ما يقدرش يلوم الرئيس مرسي لانه ما عادش شهور يعني. وبعدين بقى لم كنتوا بالمره معاه بالجزمه الزياده السكانيه، مش انتوا اللي بتخلفوا؟ واحنا بنجيب عيال من بره؟ وبعدين بقى ما لقاش حاجه بقى غير حرب اوكرانيا وغزه، لا يعني. ودلوقتي بيقول لك اما الفواتير النار او قطع التيار. حلوه قوي دي، تنفع اغنيه حلوه. يا فواتير النار يا قطع التيار، وانت اللي تختار. على راي الاستاذ هاني شاكر ليه اغنيه حلوه كنت بحبها، هو اللي قلب اللي اختار يمشي لوحده المشوار. السيسي اللي عدى البجاحه للفرعنه وقف يخبط في كل الناس ولسان حاله بيقول انا ربكم الاعلى. خبط في الوزراء وقعدهم زي التلامذه قدامه كده زي عيال المدارس، ومسكهم شطفهم امبارح. بس معلش نستحمل بعض شويه، اتفضل. فما اعرفش الدكتور مات ما بيتكلمش، وزير التموين ما يتكلمش، وكده وزير الكهرباء ما يتكلمش، خير في ايه؟ ما تكلموا تقولوا ما تقولوا الحكايه ايه للناس؟ ما تقول يا دي يا ابن ال سوري هو ما شتمش، بس شوف الطريقه، شوف الاداء. وزير الكهرباء ما يتكلمش، بياخدوا فلوس ما بيتكلموش، وزير التموين ما بيتكلمش، في ايه؟ ما مشغل انا معايا مين؟ ما هم في الاخر بياخدوا فلوس عشان يتشتموا كده. مش بس الوزراء، لكن الاعلاميين والصحفيين وكتاب الدراما قال لك ان هم يعني برضه يعني نسمع كده قال عليهم ايه؟ يعني احنا بنقعد في الاعلام وحتى في جلساتنا وفي المسلسلات بتاعتنا ما بنتكلمش على القضايا بتاعتنا وازاي هذه القضايا تتحول الى افكار ونتكلم فيها ونقنع الناس بيها. واحنا مواردنا مش كتير تسمح ان احنا نقابل التحديات ديت من غير جهد، لا، ومن غير تحمل، لا. انا بعيب على ايه؟ على المعنيين حتى في التقارير الصحفيه والكلام ده والمقالات اللي بتتكتب والناس اللي تناول اللي بيجوا، ما حدش بيتناول المساله بشكل موضوعي خالص يا جماعه. ايه ده؟ يعني انتوا مش عارفين؟ احنا مخبيين عليكم. مسكهم الراجل شطفهم وحماهم وكله اعلامي. ما هو الاعلام بس معلش يا عبده اجعر، معلش طول بالك، الناس ما كانتش فاضيه. الاعلاميين ما قصروش، والله ما قصروا، والله ما قصروا. اما كتاب الدراما فكانوا بيكتبوا اللي انت عايزه، كانوا بيجسدوا حضرتك وانت صغير وانت مع ماما والحاجات دي، كانوا فاضيين. انما الاعلاميين عملوا ايه؟ طيب الاعلاميين عملوا ايه يعني بعد اللي بيعملوه من 10 سنين ده مع حضرتك يا جعر؟ جه 13 من النهارده قدام الشعب، شعب ده هو قطم في الشعب نفسه، ده قعد يقطم في الشعب اللي بيخلف كتير ومالته البلد جت كلبلة. اسمع، ما تنسوش ان احنا من 2011 لدلوقتي زدنا 25 مليون، زدنا 25 مليون. يا ترى انتاجنا الزراعي زاد حتى لل ما يساوي زيادة السكان ال 25 مليون؟ 17 مليار لتر صغار في السنة ولا في السنة؟ يعني 170. احنا برضه مش كده خالص، كل حاجة ليها أسبابها
وقدرات دولة فيها 106 مليون وفيها 9 مليون ناس موجودين عندنا. يعني رغم الضغوط الكبيرة جدا على الموازنة ودكتور معيد يعني في ظروف صعبة جدا، لكن بنحاول بقدر الإمكان الأمور تبقى تمشي. فيها قسوة شوية صحيح، بس البدايل صعبة. يعني وزراء شطفوا، إعلاميين اتغرقوا، كتاب دراما اتغسلوا، والشعب حكومة وشعب ولاجئين وظروف عالمية ودراما وإعلام ومقالات، كل دول هم السبب. إنما السيسي لا، السيسي تمام جدا الراجل. أنا تمام يا، أنا تمام يا دكتور، أنا ما عنديش حاجة، أنا راجل زي الفل. حتى نحلل نعمل تحاليل، أنا راجل صاغ سليم يا دكتور. لكن هو السؤال، هو إيه سر طوفان اللوم والشماعات ده؟ لما مؤاخذة يا جعير، هو أنت بتمهد لحاجة؟ ما تخليك صريح كده وتفاجئنا. ما فيش مفاجأة، خلاص إحنا دلوقتي بقينا كاشفينك قوي. السيسي خصص المؤتمر ده عشان يتنصل من أهم ثلاث حقوق أساسية بيحتاجها أي شعب عايش على الكوكب: الكهرباء، العيش، المية. اوعى تنسى شعار يناير: عيش، حرية، كرامة. مفيش بقى لا عيش ولا كهرباء ولا مية، وأصلا الكرامة الله يرحمها من 2013، ودي حاجة ما حصلتش قبل كده في تاريخ مصر، أو حصلت في بعض البلاد المنكوبة في تاريخ العالم. إنه يقف حاكم يساوم شعبه على أهم ثلاث حاجات: كهرباء، عيش، مية. البداية كانت مع الكهرباء، لما اعترف السيسي بكل بجاحة إنه يقدر يشغلها مش بس 24 ساعة، 48 ساعة بس. هضعف لك السعر ثلاث مرات. هجيب منين؟ استحمله. اسمع كده، بتقولوا ليه الكهرباء ما بتتعملش؟ بتقولوا ليه؟ لو انا خدت ثمن الكهرباء الحقيقيه هضاعف ثمنها مرتين. طب الغلبان هيروح مني فين؟ هقطع الكهرباء ولا اغليها؟ اغليها قد ايه؟ اللي بيدفع جنيه هيدفع اثنين وثلاثه. ممكن الكهرباء تشتغل 24 ساعه؟ طبعا محطات موجوده ونستطيع. لكن النهارده الدكتور شاكر عشان ياخد الوقود اللازم ليها لازم يدفع فاتورته. ده حتى ايه بعد دعم وزاره الماليه ليه؟ ولا انا مش واخد بالي يا دكتور معيط كمان. طب هيجيب منين؟ فيضطر ان هو حجم الوقود اللي بيجي له على قد يعني مع الدعم اللي بيجي له تمشي كده. طب ممكن يشغلها 24 ساعه؟ ايوه، و 48 ساعه كمان، بس بكام؟ مصطفى مدبولي جاله كرامب في رقبته من الهز. يعني بيقول لك نزلوا له دكتور علاج طبيعي لانه الحمل كان على رقبته جامد. عمال تهز رقبتك ليه؟ كل ما يتكلم الراجل يا دكتور معيد يا فلان. العجيب انه رغم انتقاد السيسي لاعلامه، هنا بقى تيجي قصه محمد عبد المطلب اللي حضر الحلقه دي من اولها. انا حكيت لك حكايه الاستاذ سمير صبري الله يرحمه ويحسن اليه، والاستاذه يسرى ربنا يديها العمر، والاستاذ محمد عبد المطلب في لندن. لما وقف عبد المطلب يغني ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، أو صورتنا وإحنا سوا تشهد يا نور العين على جمال الهوى، فغني جميلة لكن محدش نقطه. الأستاذ أحمد فؤاد الورداني اللي هو صاحب الكباريه قال له يسرى وسمير صبري خدوا الاسترليني واطلعوا نقطوا، شجعوا الناس إنها تنقط. هنا بقى بيجي الدور، طلعت يسرى، طلع سمير صبري ونقطه، وفعلا نزلت النقطة على الأستاذ عبد المطلب وقال له ما تيجي بقى نطلع لباريس، ما تجيب يسرى وتيجوا تعملوا نفس العاملة دي تاني. هنا بيجي يطلع بقى دور الجماعة المسخنتية، كورال طالع بالجزمة يطبل المغني، كورال واخد فلوس عشان يطلع ينقط ويردد نفس الألحان هي المغني الفاشل بيقول إما قطع الكهرباء أو زيادة الأسعار، فيطلعوا الجماعة اللي بينقطوا يرددوا نفس الكلام: أحسنت يا ريس. وبقيادة مين؟ إذا كان الأستاذ سمير صبري عملها مع الأستاذ عبد المطلب في لندن في ملأ النيل، فالنهاردة بقى اتعملت في القاهرة من مدينة الإنتاج الإعلامي. اسمحوا لي أقدم لكم كبير المزيطية، كبير الناس اللي طلعت تنقط امبارح في الفرح: عمرو أديب، عمرو أديب، لميس الحديدي، عزة مصطفى، محمد الباز. اتفضل يا بيه. لأن الرئيس
الرئيس النهارده حطها بشكل واضح، قال لهم يا جماعه ازود الاسعار ولا اقطع النور ولا اقطع التيار، ازود الاسعار ولا اقطع التيار، اختيارين واضحين، هم دول الاختيارين اللي موجودين. الرئيس بيقول كده. طب في حد ممكن جايز يا جماعه افتوني؟ دايما كان دايما اي حاكم في اي يقول لك افتوني، قولوا لي يا جماعه قولوا لي. الرئيس دائما بيبقى مفيد جدا ان تطرح عليه الكثير من فين الاحزاب. ولازم الحقيقه حي الرئيس على الشفافيه وعلى مصارحه الناس وعلى المكاشفه، وشكرا ان هو طالب كمان الوزراء وان هم يتكلموا الحقيقه، لانه احنا محتاجين ان احنا نسمع مزيد من التفسيرات، الناس محتاجه تفهم مزيد من الامور علشان تقدر انها تفهم هو بيحصل ده ليه، وليه ده حصل دلوقتي، وليه الكهرباء بتقطع، ليه العيش كذا، ليه الاوضاع الاقتصاديه فيها مشكله. يعني طول الوقت الرئيس من منذ البدايه وهو بينتهج منهج الافصاح، ويمكن لما بنتابع الفعاليات والافتتاحات بنلاقي انه الرئيس يتحدث في كل شيء بالتفصيل. انا على استعداد ان انا اتحمل انقطاع الكهرباء، بس ابقى فاهم ليه، يعني ابقى فاهم انه تحملي ده ليه نتيجه هتحصل، انه الثمن اللي انا بدفعه ده كمواطن ليه نتيجه ايجابيه هتعود على البلد وهتعود عليا، لو مش النهارده بعد كده، لو مش معايا هيبقى مع اولادي. وبوضوح قعدته اتكلم على فكره قطع الكهرباء وقطع النور. خليني اكون صريحه مع حضراتكم، هو حسن الموقف اللي احنا بندفعه وبنصوت منه وبنقول احنا بندفع كتير، اللي احنا بندفعه مش هو ده الثمن الحقيقي للكهرباء اللي احنا بنستهلكها، لا ده تقريبا النص. والدوله بتدعم المواطنين في ملف الكهرباء ده بمبالغ كبيره، رغم هتقولوا هتردوا عليا وتقولوا بس احنا بندفع فاتوره غاليه، ومع ذلك مش هو ده الرقم الحقيقي. دي الحقيقه اللي احنا لازم نعرفها يا ولاد الرقاصه. انا مش مصدق، انا مش مصدق ده. يعني كان اكرم لكم امبارح تاخدوا اجازات، يعني كان ممكن تاخدوا اجازه امبارح بحجه ماتش الاهلي، باي حجه، امي بتولد، عندي اخ صغير بيتطهر. مش معقول، مش معقول الناس دي عندها كرامه. ده في ثانيه يا معلم، ده في ثانيه. ده الاخت لميس بتتكلم على الشفافيه، وعمرو اديب، عمرو ده انت عمرو من يومين طلع تشتكي ان الاجهزه بتبوظ، ما كنتش تعرف؟ عمرو نفسه، هات اول حته عمرو كده، اول حته بس بشيلن، حته بشيلن كده، وبيقول لك الرئيس طلع قال والحاجات. ده انت عمرو لسه اول امبارح بتشتكي، وكنت شارب لبن اسد وعامل بقى انا الحاجات، طلع دلوقتي. هات اول عمرو كده، الله يخليك، هات اول عمرو كده اتفضل. لان الرئيس النهارده حطها بشكل واضح، قال لهم يا جماعه ازود الاسعار ولا اقطع النور. بس عمرو انت في حاجه؟ ايه اللي حصل لك؟ العيال مؤذيه قوي يا عمرو، وانا قلت لك ما تمشيش لوحدك. عمرو ده نفسه كان طالع يشتكي من يومين، وكان صوته قد كده ان الاجهزه بتبوظ. العب يا بيه عمرو، العب. يعني بدل ساعتين يبقوا ساعه. خلاص ده كان طموحي وكان املي، دلوقتي انا غيرت شويه طموحي وغيرت شويه املي. انتوا عارفين زي بتوع اللايف كوتشنج كده، ان انت الاهداف بتاعتك يجب ان تغيرها تكتيكيا واستراتيجيا، يعني ما عندك هدف غيره، ما دام مش قادر تعمله اعمل هدف تاني. انا بقى اناشد الحكومه، لو سمحتم ما تقطعوش النور اكتر من ساعتين. يعني الاول كنت بقول لهم لو سمحتم اقطعوا النور اقل من ساعتين، دلوقتي انا طموحاتي انخفضت، ارجوكم. يعني النور بقى بيقطع اكتر من ساعتين واكتر من مره، وفي المره الواحده كذا مره، والاجهزه بتبوظ الافات. ايه يا عمرو فهمت دلوقتي؟ ما بتتكلمش دلوقتي، مش قادر تتكلم، وعرفت انها مش الحكومه اللي قطعت الكهرباء؟ عرفت انه السيسي؟ انت كنت بتكلم الحكومه. يا ترى كل بقى ابناء مصر عرفت ان هو السيسي اللي قطع الكهرباء عليكم؟ مش مصطفى. مصطفى مدبول يا حضرات جاله كرامب في رقبته من الحركه دي. ما حدش يقول الحكومه، ما حدش يقول الحكومه هي السبب. الراجل طلع شخط في الحكومه وقال لهم ما تكلموا الناس، يعني هو اللي قطع الكهرباء. طب يا عمور مش الكهرباء بس اللي السيسي عايز يحل ازمتها؟ لا، وان انت بتطبل له ده دلوقتي هو السبب. السياحه ممكن سمعتها تبوظ زي ما حصل مع سايح
اتقطعت سياح اتقطعت عليهم الكهرباء في معبد في أسوان، وانت بنفسك اللي عرضت الفيديو بتاعهم في برنامجك قبل ما السيسي يتكلم. اسمع الثلاث اللي فات ده كويس، انا كنت في معبد دندرة انا وزميلي ومعانا عدد من السياح الامريكان كبار في السن جدا، والساعة 3:00 لقينا النور قطع علينا واحنا جوه المعبد، والمعبد ده تحديدا في ليه طلوع للسلم فوق لسقف المعبد، وتحول الموضوع الى حالة من الرعب، وانت اللي بتضطر تقول للناس كله يقف مكانه محدش يتحرك، لانه السائح الواحد الكبير في السن ده لو اتكعبل احنا بنتكلم في كارثه هيقع. طبعا وده امريكاني. لا ما يفرقش على فكره يعني بالامانه يعني. لا انا فاهم انا بهزر. هو ضيف مصر بقى، ضيف مصر عربي مصري امريكاني. لا هو ايه يا عمرو، هنقول السائح الامريكاني ايه؟ ويطلع احمد موسى ينقط اكتر زي ما عمل سمير صبري ويسرى ويقول الحكومة صرحوا الناس بالأرقام اللي بتدفع. آدي أحمد موسى، الدولة بتتحمل تكاليف هائلة في دعم الكهرباء والخبز رغم الظروف الصعبة. على سبيل المثال رغيف الخبز على بطاقة التموين بيتكلف 1.25 جنيه ويحصل عليه المواطن ب5 قروش. مطلوب من الحكومة التحدث أكتر مع الناس وتشرح أسباب قطع الكهرباء عن المواطنين وما هي البدائل المتاحة وكم تتحمل الموازنة من ملايين الدولارات لتوفير الطاقة ومتى تتوقف عن تخفيف الأحمال. كل وزير يتحمل مسؤوليته كاملة لنقل الصورة الحقيقية للرأي العام، والذي سيتحمل عندما يعرف الحقائق. تم ولطش فيك أنت، تم ولطش في إعلامكم مش بس في الحكومة، فكل واحد دلوقتي مش أنا اللي عطست يا ريس، عارف القصه دي؟ مين اللي عطس؟ مش انا اللي عطست. فاحمد موسى طلع يتبرأ منها، ما هو لطشك يا احمد. الناشط تامر شيرين شوقي رد على تصريحات السيسي وتضبيل اعلام السامسونج في ازمه قطع الكهرباء ببوست جميل قوي وفي معنى حلو. قال لك ده قعد 50 سنة يدرس يعني ايه ده. ايه يا ريس، ايه يا ريس، يا معلم، يا اساتذه، ده قعد 50 سنة يدرس يعني ايه دوله. ده ما عداش على شارع في سياسه، ده ما مرش على زواج بيتكلم عن الاقتصاد، ده ابيض يا ورد. انت فاكر ان قطع الكهرباء هو ان النور يبقى مقفول 2 ساعة على الناس كل يوم؟ مش نشاط اقتصادي بيقف؟ بنوك، شركات، محلات، حركه بيع وشراء، اماكن سياحيه زي فضيحه الاقصر مؤخرا اللي عرضها عمرو اديب، بورصه زي مصيبه ما الكهرباء قطعت على البورصه في عز الشغل، امتحانات في درجه حراره 42، اجهزه الناس اللي بتتلف، الناس اللي بتتحبس في الشارع بالساعتين وهم راجعين من شغلهم او امتحاناتهم او مدارسهم عشان الكهرباء قطعه. انت مش فاهم اللي فوق ده؟ طب ما فيش حد من الطراطير اللي جنبك قال لك ان ما فيش مستثمرين مجانين ممكن يستثمروا جنيه في بلد الكهرباء بتقطع فيه؟ طب ما حدش قال لك ان في حاجه اسمها امان اجتماعي وغضب شعبي لازم نراعيه؟ 50 سنة بتدرس يعني ايه دوله فعلا، بس واضح انك كنت بتذاكر حاجه من بره المنهج او جايز منهج دوله تانية. هو ايه المطلوب؟ انتوا بتراهنوا على ايه؟ الانفجار الشعبي العظيم؟ هو انتم فاكرين انكم هتهربوا منه مثلا، ولا عاصمه اداريه ولا حصون الدنيا تقف قدام 100 مليون جعان مقهور مذلول غاضب تقطع الكهرباء ولا تغليها؟ لا يا حبيبي، انت تراجع استثماراتك واولوياتك وسفاهه ملكه السماء والمسترال والرافال وقصور الاداريه والعالمين والبرج الايقوني واكبر مسجد واعرض كنيسه. سيب اداره الدوله للي فعلا رجال دوله، واقعدوا انتوا في قصور الاداريه او بسين العالمين ازقزوا لب، وسيبوا البلد لاولادها يلحقوها. تكلفة الاستمرار تخطت بكثير جدا جدا تكلفة التغيير. لا يمكن صدور هذا التصريح من محصل في شركة الكهرباء، مش رئيس دولة. عصر الأقزام، عدينا الكهرباء يا معلم، خلاص كده هتعيش كده بقى، هتعملي ايه؟ مش ضحك عليكي وقال لك عينيكي فيها لمحة حزن؟ يا ترى السر اللي كاتماه ايه؟ ده انت نور عينيا، انت ما وجدتيش اللي يحنوا عليكي ولبستي وبجح وقال لك في الاخر مفيش كهرباء. لا ديش مفيش كهرباء بقى، ده مفيش اكل، مفيش رغيف عيش. طلع المغني الفاشل، طب الاستاذ عبد المطلب ده استاذ كبير، لكن الجعر طلع يضرب ارقام
حوالين دعم الدولة للعيش، ويلمح إن ممكن سعره يوصل لخمسة جنيه، وكلنا قدام طبعاً سيناريو تمهيدي لرفع السعر في لقمة العيش الحاف، آخر حاجة بيتمتع بيها المصريين. اسمع بيقولي كده. حد عارف في العيش بتكلف كام دلوقتي؟ حد عارف؟ طب أنا أقول لكم، جنيه وربع. جنيه وربع. أصل في ناس بتحبش تتكلم يعني، في ناس بتحبش تتكلم. ليه ما بتتكلمش؟ ليه ما بتقولش؟ هو عيب ولا حرام؟ لا عيب ولا حرام. أبو شيلين ده بيكلف جنيه وربع، بعد ما كانت الدولة بتحط 20-30 مليار جنيه دعم للخبز، بقى دلوقتي 120-130 مليار. مش كده يا دكتور معيد؟ الرغيف ده أبو خمسة ساق ده تمنه جنيه وربع، بيكلفني 130 مليار جنيه دعم. يبقى لما اجي اقول عندي فرصه ان انا ازود بدوره 20% منه، الاقي حد ما يقفش جنبي مننا ويقول لك لا. طب انا موافق، انا موافق، بس انت النهارده مش عايز تيجي تمس حاجه الغلبان، فعايز تساعد من غير ما تاذيه. لكن انت ما ممكن النهارده الرغيف ده لو ب 3 جنيه و4 جنيه و5 جنيه في ناس تقدر تشتري، بس كل الناس تقدر تشتري؟ مش كل الناس تقدر تشتري كده. 5 جنيه؟ انما قبل ما نتكلم في الرغيف، معلش، في واحد اتهتكت كرامته. احداث السادة هو الكادر كده صح؟ عايز اسال السادة المشاهدين سؤال، ممكن تحطه على الصوره كده، حطه على الشاشه. ايه الفرق بين الراجل اللي واقف هناك ده جوه الصفوف وبين الراجل اللي واقف قبل اول الصف ده وبين احمد معيط؟ يعني ايه الفرق؟ فرق كبير جدا. لو لا تدري انا اقول لك. اللي واقف جوه الصفوف ده، اللي هو في النص ده، اللي بين الصفوف ده، ده حارس أمن، ده في الحرس الجمهوري، بياخد مرتب كبير أوكي، بس آخره فرد أمن. اللي واقف ده في الأول ده وزير مالية، يعني ده اللي واقف ده اللي هو عامل كده ده، واقف وقف انتباه كده، ده وزير مالية، ده وزير المالية، يعني ده عنده موكب وحرس زي الراجل اللي واقف في الصفوف ده كتير، وعربيات مصفحة. الراجل فرد الأمن ده ما بتفتحلوش باب كبار الزوار وهو مسافر. الراجل ده اللي واقف ده وزير المالية، كبار الزوار وصغار الزوار. مش بس كده، الراجل اللي واقف جوه الصفوف ده الفرد الأمن ده، ده لما ينزل دولة تانية محدش يعرفه. الراجل ده وزير المالية، لما بيسافر دولة تانية بتتفتح له قصور رئاسية وحكومات بيروح يقابلها. شوف واقف ازاي، كأنه فرد أمن بالظبط. بص الوقفة، شايف الوقفة، شوف التسديبة دي، مش دولة، فيش دولة محترمة يقف فيها وزير بالشكل ده. بيديك كام يا معيط عشان تقف له الوقفة دي؟ فيش دولة محترمة وزير يقف فيها الوقفة دي قدام مسؤول أيا كان المسؤول. إنما نرجع تاني للأرقام. كالعادة السيسي ضرب أرقام مضروبة، وده اللي فضحته موقع أو صفحة صحيح مصر وما تصدقش. قالت له التكلفة بتاع الرغيف كام بقى؟ الرغيف أبو خمسة ساق تمنه الحقيقي جنيه وربع. غلط. التكلفة الحقيقية لرغيف الخبز هي جنيه، أو يعني يدوب جنيه وليس جنيه وربع، بحسب ما ذكره نص بيان المالي لموازنة العام الجاري 23-24. بحسب تقديرات مشروع موازنة 24-25 تبلغ تكلفة إنتاج رغيف الخبز جنيه وستة ساغ، أقل ب 19 قرش مما ذكره الجعير. حسب فريق ما تصدقش، تكلفة إنتاج رغيف الخبز في العام المالي 24-25 عن طريق اسمة ما بين 98 مليار جنيه تكلفة دعم الخبز على عدد الأرغفة المنتجة اللي هي 96 مليار رغيف، لتصبح تكلفة الدعم الحقيقي لكل رغيف جنيه وقرش. وإذا قمنا بإضافة الخمس قروش تكلفة ما يدفعه المواطن، تصبح التكلفة جنيه وستة ساغ. دي صفحة ما تصدقش، مش احنا. صحيح مصر قالت الآتي، خش على صحيح مصر. هو الراجل ما عندوش، عنده مشكلة. الخطأ الثالث، وتابع السيسي بعد ما كانت الدولة بتحط 20-30 مليار جنيه دعم الخبز، بقت بتحط دلوقتي 120-130 مليار. تصريح غير دقيق، إذ بلغ دعم رغيف الخبز في موازنة العام المالي الحالي 23-24 91 مليار فاصل 5. بحسب البيان المالي لموزارة الموازنة المالية الدولة
في 23-24 ولم تصل إلى 130 أو 120 مليار جنيه كما ادعى الجائر. لكن عشان تطلع تنقط وتخلي العالم بقى يسقف كان لازم الكورالي يطلع. ورغم أن أرقام ما تصدقش وصحيح مصر هي قدامك ورغم الهبد إلا أنه الناس طلعت تنقط في ليلة امبارح بقى بيمارسوا دورهم في مساندة المغني الفاشل اللي مش لاقي حد ينقطه. ويا دوبك إعلام السيسي ما صدق السيسي خلص الكلمتين وساب الحديدة وهي لسه سخنة وطلع ينقطه بالدولار. واحد يقول لك ده الدولار الواحد يشتري 1000 رغيف عيش. اتفضل. الرئيس النهارده كان بيتكلم ان هذا الامر ممكن يوفر 20% من استهلاكنا من القمح في الرغيف ذره. فالرئيس كان بيطرح الكلام ده على الناس، يعني الدوله بتصرف جنيه و20 قرش على كل رغيف. وعلى فكره النهارده الرئيس كان اهم كلمه او من اهم الكلمات اللي قالها في هذا التجمع الكبير بتاع الحصاد، اتكلموا يا جماعه اتكلموا، بدولار واحد تقدر في مصر تجيب 1000 رغيف. بدولار بيساوي في مصر 1000 رغيف عربيه، يعني تقدر تملى عربيه نص نقل عيش بدولار. ده مش موجود في اي دوله في العالم، ده مش موجود في اي مكان في العالم. لا ده غير اللي قال لك ان المصريين بيستهلكوا عيش اكتر دوله في العالم بتستهلك عيش. يعني بص كل واحد بيلبس التاني شتيمه السيسي، شتم الاعلاميين فالاعلاميين يطلعوا يشتموا الحكومه ويطلعوا يشتموكوا انتوا بدولار واحد. طب معلش يا نشأت، هو الناس بتقبض بالدولار؟ هي الناس في مصر عايشة على الدولار يعني؟ فبدولار واحد نقدر نجيب عربية عيش؟ ما كانش تعذر ولا باع جزر. وأخيرا بعد ما البجح سوم المصريين على الكهرباء ولقمة العيش، هوب دخل على الملف الثاني المية، وهدد الناس صراحة وقال لو إن الفلاحين ما سمعوش كلامه ووقفوا بعض الزراعات زي زراعة القصب مثلا وطبعا الرز ممكن نوصل لمرحلة يحرمهم من المية. اتفضل. وبقول للناس اللي موجودة في المحافظات اللي فيها القصب غيرته، انت مستني لما مشكلة المية تبقى مشكلة كبيرة عندك وتضطر انك انت تحرم من كمية المية دي بنفس الحد. انا بتكلم مش بخوف الناس من حد، انا ما بحبش ان احنا نتعامل مع الموضوع على ان هي ازمه قد تكون محتمله، لا، بما انها ازمه محتمله لازم اواجهها واشتغل عليها لغايه لما اخلص. وانا بتكلم في المواضيع لكن يعني بعد يقول لي هو في عندك ازمه، في ازمه ميه ولا حاجه، هو انا لازم استنى لما تيجي لي الازمه اتعامل معها؟ استنى لحظه عزيزي الجعير، لحظه حضرتك، دعنا نتوقف أو على رأي الرجل عالق الكرة هنا سأتوقف قليلا. السيسي بيتكلم عن أزمة مية وأنا ربنا شاهد والمشاهدين شاهدين من مارس 15 وإحنا بنتكلم عن الأذى اللي هيحصل لمصر من وراء التوقيع الشؤم اللي تتقطع إيدك رحت عملته، وكنا طول الفترة دي بنتشتم وكانت الناس تصور لنا مية النيل وتقول لك انتوا أعضاء مصر، النيل أهو النيل موجود يا خونة، ويطلع برضو الإعلام يطبل ويقول لك السيسي حلها. فاكر السيسي حلها؟ أهو فاكرين ده في 2015. نعرض بقى واحد من فيديوهاتي القديمة اللي يعني موجودة على السوشيال ميديا، وده كان في 18 وأنا بقول إن أنا من سنين بكلمكم على ده. الأستاذ الدكتور محمد حافظ يشهد، الله يرحمه الراجل اسمه ايه ده، الأستاذ شكري نقيب الفلاحين السابق يشهد، الأساتذة اللي طلعوا الدكتور عصام حج يشهد، الأستاذ مصطفى عاشور الإعلامي في قناة الجزيرة يشهد إن احنا أول برنامج اتكلم على كارثة سد النهضة. أنا أفكرك بالفيديو ده. تخيل وقلنا لك الكلام ده من سنتين إنه يا جماعة أو ثلاث سنين إنه يا جماعة لما النيل بيقل مصر مرتبطة بالنيل، لما النيل يقل تحصل محالك. فاللي كتب في التقرير ان قد يؤدي لاضطرابات اجتماعية خدها ثقة وصدقها. انا ما اتمناش المنظر ده لا لمصر ولا لغير مصر، بس تحديدا مصر، انما هيحصل
من 2015 من يوم ما وقع سد النهضة كان معايا الأستاذ مصطفى عاشور على الهوى وقال لنا إيه اللي بيحصل في الخرطوم، والأستاذ مصطفى عنده الملف كله. كنا بنتشتم بالأب وبالأم، كان بيتقال لنا ما فيش حاجة النيل زي الفل أهو، دلوقتي السيسي طالع يقول لك في أزمة محتملة، ده طلع السيسي ما حلهاش بلسانه بيقول في أزمة جاية، مع أن أنا عارف وإنت عارف والسيسي عارف أن هو المسؤول الوحيد عن أزمة المية لما راح عمل اتفاق سد النهضة مع أثيوبيا وقعد سنين ينيمكم ويقول لكم اطمنوا أنا ضيعتكم قبل كده، واللي قال لك خط أحمر والعافي محدش ياكل لقمته جاي تلبسها لنا احنا دلوقتي. اسمع كده السيسي: لا يليق بنا، لا يليق بنا ان نقلق. دور على شغلك يا منير، دور عليكم يا منير، تحافظوا على الاقتصاد مع الدول، ما تديش رسائل لدول رايحين عم تقلقوا ولا رسائل تسيء للاخر. طبعا في لجنه على مستوى من الخارجيه والراي والمعنيين بالموضوع، ان شاء الله ربنا يطمنه، ان شاء الله الامور هتبقى كويسه واحنا ماشيين في طريقنا وخططنا في كل شيء ماشيه بفضل الله بشكل عظيم وجيد. ما تقلقوش من حاجه، ومن فضلكم عيشوا حياتكم، بلاش هري يعني، بلاش هري يعني. مع انه الفيديو ده مش كامل، لو الاعداد تعب شويه كان جابه وبيقول لكم انا ضيعتكم قبل كده، الناس اللي قلقانه انا ضيعتكم كان في الفرافره، مش انت اللي قلت لنا ما تنلقاش وان انت اللي هتحلها وان انا ما ضيعتكوش قبل كده عشان اضيعكم تاني، مش انت اللي قلت للمصريين كده؟ جاي دلوقتي تقول لهم في ازمه محتمله ولازم نعمل حسابنا والحاجات دي، جاي تهدد الفلاحين انك هتحبسهم ولو ما سمعوش كلامك هتحرمهم من المية؟ مش أنا قلتلك الكلام ده؟ اللي عايز يحكم مصر يحكم النهر، مش قادر تحكم النهر انسى. في النهاية يا حضرات احنا قدام نموذج لحاكم طاغية طغى وبغى وتجبر، أو على رأي المثل سكتوله دخل بحماره، ما لقاش اللي يقف قدامه فاتفرعن واتبجح ودلوقتي بيساومكم يا فواتير نار يا يرفع الأسعار يا يقطع المية، يا فواتير نار يا يقطع الطيار، بيساومكم على حكومة الأساسية مية عيش كهرباء، أو زود تمنها ولا مفيش خالص، ها تحب تعيش إزاي يا حلو، فواتير نار ولا أقطع لك الطيار، اختار أنت اللي تختار. أما مرحلة الوعود واصبروا والعجب العجاب وقد الدنيا كل ده كذب، بعد 10 سنين أنت قدام الحقيقة المرة. اللحن الجديد قوي بقى اللي هو بقى إيه، لما توصل الزوجة والزوجة لمرحلة الانفصال خش بقى، إحنا دلوقتي في مرحلة محكمة الأسرة، ما عنديش عاجبك ولا مش عاجبك، عندك المحاكم. مش دي النهاية الطبيعية لأي زوجين بدأوا حياتهم على كذب؟ خلاص بقى قعدت تقولي بستحملها عشان العيال، بستحمل أهو أبو العيال والعيال باعكوا كلكم. اللحن الجديد ما أريكم إلا ما أرى، حتى ولو نص الشعب هيموت، وهو قال كده بالنص، مش الراجل ده قال لكم قبل كده في دولة مات فيها 45 مليون بسبب المجاعة؟ اتفضل. موجودة دلوقتي على الدنيا عاشت سنين، طبعا لما بقول كده مش معنى ده ان انا يعني بتمنى ذلك، يعني لا، في دول عاشت سنين ما اقدرش اذكرها ما يصحش، عاشت في مجاعات كان بيفقد كل سنة من 3.5 ل 4 مليون، من 52 ل 68، 45 مليون ما قاموش هدوا بلادهم اللي ماتوا من الجوع، بس النهاردة بقوا في حتة تانية خالص. نفسي على سداغه، على سداغه بس بقباب. حتى دي الإعلام طلع يطبلها ويقول لك بص على وش الشيء صغير إزاي بعد المسؤولية، يا خرابي يا نداشة، تخيل اتغير والنبي خس، ما كانش كده، ده كان ورد مفتح في الجناين، والله
محفوظ عجب الشهير بمصطفى بكري طالع يكلم الناس عن معاناة السيسي اللي بيعانيها والحمل التقيل اللي شايله على كتافه والمسؤولية والهم، وطلع يقول بص يا ريس اسمع بقى، دي اللي فاكر ان السيسي قاعد وبيتمتع قارن صورة بين الأمس واليوم عشان تعرف اللي باين على وشه. يا مصطفى ما تيجي نقارن كده؟ ده أيام ما كان بيحلق ببلاش في المعسكر عند واد فلاح يا عيني أو جاي من الصعيد مجند، ده أيام ما كان بيحلق بتلاتة جنيه، تلاتة جنيه ولا كانش بتاعهم، ده أيام ما كان بياكل من الجيش. إنما الأيام دي بقى امبارح، تعال بص عليه امبارح كده مصطفى، تعالى كده خدنا يا ميزو كده ورينا امبارح شكله كان قاعد عامل ازاي، ورينا شكله كان قاعد عامل، شايف؟ شايف الكتاف يا مصطفى؟ شايف الصدر والكتاف؟ شايف؟ طب شايف البطن الحلوة دي اللي تحت دي تحت الجرافات؟ بص تحت الجرافات، شايف الكرش اللي تحت؟ طب سيبك من كل ده، خلينا في اللي باين، شايف اللغط؟ ده رقبته اختفت يا راجل، ده الرقبة اختفت، ده كان طالع برقبته. طب ما تورونا السيسي ورا العمود كده يا جماعة، بيبو يتعب شوية كده، وهات السيسي صورته ورا العمود، أو هات صورته واقف بتيشيرت من على العتبة من على العربية يد في العتبة. ده السيسي ده قال لك اتغير، والنبي خس، والنبي اتخطف، والنبي اتخطف. ما كانش كده، ده كان بصحته، ده كان بصحته، ده احنا خدناه لحم ورميناه عظم، لا احنا خدناه لحم ورميناه لحم. ماله السيسي يا مصطفى؟ خس في ايه؟ ده ما شاء الله اهو بقى كتف، ما شاء الله بقى ربع اهو، ادي يا ريس اتفضل، لا اهو ادي ورا، شايف رقبته كانت عامله ازاي؟ هو ده عشان ما هو اللي ورا العمود ده، هو اللي ورا العمود ده يا ريس، شايف؟ شايف الفرق؟ طب هات له صورة تانية قبل والنبي، هات له صورة تانية قبل لما كان واقف مع الرئيس مرسي وعامل كده والجو اللي كان بيتحني فيه، وهات دلوقتي. احنا هنهزر؟ ده عمال يكحت في وشه وينحت في وشه، ده لازم يعمل برنامج تخسيس لصداغه بس، والله يروح عند دكتور يعمل له برنامج يصغر صداغه شوية. يا مصطفى بيقول لك شفت المسؤولية عملت فيه ايه؟ عملت فيه ايه؟ لو المسؤولية هتعمل هو يا عم من ورايا، لو المسؤولية تعمل فيها كده أنا موافق، أصل هو واخد على وقفة الورا دي، أنا عارفها، عارف الناس دي، أنا اترعشت عشان كده يعني. لو المسؤولية هتعمل فيها أنا كده أنا موافق، بجد والله أنا موافق. يا مصطفى يا بكري ده قعد 60 يوم في المصيف ما حصلتش للملك فاروق اللي جده عمل الدولة، ده راجل من قصر لقصر، او على راي سمير غانم في مسرحيه المتزوجون لما اول الفصل الثاني او اول الفصل الثاني اول فتح المسرح بيرد على تليفون فبيقول على واحد صاحبه بيقول له اهلا انا والله عمال انام واقوم وانام واقوم مش لاقي ساعه ارتاح فيها. اول مشهد في مسرحيه المتزوجون لما اتنقل لقصر بقى حماه، فبيقول لصاحبه كده بيقول له والله انا عمال انام واقوم واقوم وانام مش لاقي ساعه واحده ارتاح فيها. ده من قصر لقصر. ايه اللي حصل يا مصطفى بكري؟ يا حضرات بكري مش بيهزر، بكري عايز يطبل ويكذب بس اتفضح، والهدف من التطبيله دي ان هو يرضى او انك انت ترضى بقطع الكهرباء، بقطع العيش، بقطع الميه، انك تموت في صمت، ما توسخش هدوم الناس بالدم. والخلاصه زي ما قال عمنا محمود السعداني رحمه الله عليه وهو بيحكي عن تجربته في المنفى، وازاي في المنفى انه كلما على صوت النظام، اسمع كده بيقول السعداني الله يرحمه، هات كده السعداني يا استاذ الله يخليك، هنا هاته هنا، ايوه بيقول وادركت في المنفى انه كلما على صوت النظام قل فعله، وكلما كثرت الأناشيد كثرت الهزائم، وأنه بقدر ما يرتفع الزعيم في العلالي اندفن الشعب في التراب. محمود السعداني، لازم دي حكمة ربنا، كلما ارتفع الزعيم في العلالي، لما بص أهو
ادي صورته يا عم اهو، ايام ما كان بيسبل ويدب. وايه اللي حاطط ايده على كتفه ده؟ وانت كنت ايه زمان وبقيت ايه؟ في حاجه يعني ولا هو ليه حاطط ايده على كتفه كده؟ في حاجه كان ليك اتجاه تاني زمان واحنا ما نعرفش ولا ايه؟ كلما على الزعيم في العلالي اندفن الشعب في التراب. المطلوب منكم حضرات ان انتوا تموتوا في صمت. الراجل علق شماعة الفشل على كل الأكتاف، على كتف الوزراء، على كتف الزعماء السابقين، على كتف الإعلام، على كتف صناع الدراما، وعلى كتفكم انتوا. لكن هو زي الفل، هو زي الفل، وعمل اللي عليه. أنا عملت اللي عليا، أنا اضطريت أضحي بكل الناس. هو مش فاشل، هو راجل قاعد يدرس مصر 50 سنة. هو مش بس يا أستاذ تامر شيرين شوقي قاعد يدرس مصر 50 سنة، لا، ده عنده موهبة تانية بقى. أنت نسيت إن هو ربنا خلقه يعرف المشكلة فين ويحلها. أنت نسيت إن هو ربنا خلقه كده، طبيب يوصف الحالة. تخيل أنت بتتعالج مع طبيب 10 سنين فاشل. يعني الراجل مش بس بيدرس، ده عنده موهبة، عنده علم لدني، علم إلهي. ربنا عمله كده، اداله علم ما بيروحش غير الأنبياء، بيعرف المشكلة فين ويوصفها ويحلها. انت نسيت دي يا أستاذ تامر. فنحن قدام راجل دارس 50 سنة مصر، ومش بس كده، عنده علم لدني من عند ربنا. النتيجة ايه بقى؟ النتيجة ان مفيش كهرباء، ارضى بحياتك كده، مفيش مية، والعيش ممكن يبقى ب4 جنيه و3 جنيه و5 جنيه. المطلوب منك انك تموت في صمت، ما توسخش هدوم الناس بالدم، خليك ذوق، ما تزعجش الراجل وانت بتموت، موت كتيمي. فهمت مطلوب منك ايه؟ عاجبك ولا مش عاجبك؟ مش عاجبك اضرب دماغك في الحيط. ده اللي عند السيسي، ده الراجل قال كده. يعني هو اختصار الكلام بتاعه انه موت في صمت، انا اتكتبت عليك، اخرك ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ اخرك ايه؟ ولا حاجه، ولا هتعمل اي حاجه. عاجبك مش عاجبك، انا اللي بحكمك وهفضل احكمك وهمشي بمزاجي، وانت بالجزمه هتقعد بقى تشتكي وتولول القصه دي ولا باثر فيا. دلوقتي الكهرباء، لسه المايه جايه، والعيش، واللي مش عاجبه يندفن في اي حته، شوف لك مصيبه روح فيها. دي النتيجه الطبيعيه لقصه حب فاشله بدات باكاذيب واوهام وتتختم في قاعات المحاكم، وانت لا مترمله ولا متطلقه، متعلقه كده، متعلقه في ايدين واحد خسيس سافل ندل وجعر. واشوفك بعد الفاصل. مش بس الإعلام اللي انتقدوا السيسي اللي طلع يطبل، إنما حتى الحكومة وجه لها اللوم. الحكومة نفسها قلبت على فرقة كورال، بس إيه كورال رديء. وطلع الوزراء برضو يشتغلوا تطبيل ورا كلام السيسي. وزير المالية اللي اتهزق ده، اللي كان واقف زي مش عايز أقول زي إيه يعني، طلع يتكلم عن اللي بيحصل في العجز اللي بيحصل في قطاع الكهرباء، وكله بسببك انت كمواطن، انت اللي قاعد قدامي دلوقتي، انت. وانا قايل لكم الكلام ده من زمان، بس انتوا ما بتسمعوش الكلام. قلت لكم هيحملكم في الاخر، انت اللي هتدفع. بص يا معلم، عد معايا. فاتوره الفشل ما حدش هيشيلها على فكره. احمد اسمه ايه ده، معيد ده، ومصطفى مدبولي، الناس دي عايشه ملوك ملوك، ولا بيتقطع عنها الكهرباء ولا ميه، وبتاخد فلوس كتيره جدا، وكوارث يا معلم. الناس دي هتخلص دورتها دي ويطلع وزير سابق برضه عنده حراسه وعنده معاش قد كده وعضو في كام بنك، حاجات كده. انت بقى بتشيل كل، انت هتشيل فاتوره الكهرباء هتتقطع عنك وتقرص خالص، هتشيل فاتوره الميه وهتشوف في ايام سودا في الميه وما تفتح بقك.
وفوق ده كله والعيش، وفوق ده كله بقى في فاتوره ثانيه هتدفعها. عارف يا فاتوره الايه بقى؟ فاتوره الديون. ما هو الفلوس دي مين اللي هيدفعها؟ السيسي، اهل السيسي، اخت السيسي اللي هي اثبتت فشل لبس البوست تبقى عروسه. ما اخت السيسي دي انا عندي صور ليها ايام ما ايام كحلتها، وخدوا قعدوا على مال قارون واتنجرت واتعمل وما فيش فايده برضو. هي شبه الواد كهربا بتاع الاهلي، شبه محمود كهربا بتاع الاهلي بالظبط. يعني اول مره كانوا زمان يقولوا لنا لبس البوسه تبقى عروسه، انا كنت مصدق المثل ده بصراحه يعني. انما طلع ما فيش حاجه اسمها كده يا معلم. الركع الخشب، في خشب مهما تعمل فيه مش هيجيب معاك حاجه يعني. هم مش هيدفعوا حاجه، هم عملوا ثروه تكفيهم ليوم القيامه بعد العصر. عارف يوم القيامه اذان العصر في يوم القيامه؟ هم معاهم فلوس بقى لليوم ده، للوقت ده. انت بقى اللي هتدفع كله. سيبك انت اللي وانت سبب الدعم اللي بيطلع عنك السيسي. وزير الماليه طالع يقول قطاع الكهرباء بيحقق عجز بقيمه 139 مليار جنيه. أبوه كان غفير، ده أبوه كان غفير، ودي مش حاجة وحشة بالعكس، دي مهنة كويسة ومحترمة. بس المشكلة إن هو لما بقى وزير ما بقاش بقى دلوقتي، لا خلاص بقى خلاص. أيام ما كنا نجيب ربع كيلو لحمة ونقف بالطابور وهو بيتغلي في المية عشان نشم ريحته، خلاص لما يبقى وزير يقول لك لا إحنا بنحقق عجز. وزير المالية أدمن الكذب زي اللي مشغله، وطلع قايل تصريحين متناقضين في نفس الليله عن ازمه الكهرباء والدولار. واحده واحده انا هعرض لك، وانت ربنا خلق لينا عقل، بس احنا كعب رجلينا بيشتغل اكتر من عقلنا. والله العظيم انت شغال على كعب رجلك رايح جاي، بس عقلك وقف. بص يا معلم التصريحين دول في نفس الليله. وزير الماليه تكلفه التنازل عن خطه تخفيف الاحمال يتطلب 300 مليار دولار شهريا. الكلام ده يوم السبت 25/5/24. عايز كام؟ 300 مليار دولار شهريا. يوم الاحد 26 قال لك كده، سبب ازمه الكهرباء عندنا دولار وما عندناش جنيه. عندنا دولار؟ طب عندنا دولار، امال ايه ازمه؟ عايزين ايه في الدولار؟ ما الدولار موجود. هو انت مجنون ولا بتسكر؟ قال لك عندنا دولار، طب بتقطعوا الكهرباء ليه؟ قال لك ما عندناش جنيه. وما عندناش جنيه، ما شاء الله بقى عندكم دولارات ما عندكوش جنيه. طب إيه؟ طب ما تحلوا لنا مشكله الكهرباء. طب نصدق وزير الماليه اللي قال عندنا ازمه في تدبير 300 مليون دولار شهريا، ولا نصدق وزير الماليه نفسه اللي بيقول الدولارات موجوده بس ما فيش جنيهات؟ اقول لك احنا ولا هنصدق ده ولا ده، عشان معيط نفسه كذاب. والحقيقه اللي الكل عارفها انهم كذابين من اول الجعير لحد الغفير، وكل الحكومه كدابه، لانه مفيش دعم للكهرباء اصلا. مفيش دعم بنكله في قطاع الكهرباء. من 6 سنين. بقالنا 6 سنين زيرو دعم الكهرباء. والكذاب القاشر بيضحك على المصريين وعايز يفهمهم انه بيدعم كهرباء البيوت. رغم انه رقم الدعم في الموازنه لكهرباء البيوت صفر. وده اللي كشفته لكم انا من سنه قبل سنه 20. والله اهو اتفضل. تقرير سنوي لوزاره الماليه اثبتت ان الدعم كان مرفوع تماما من على الكهرباء من السنه الماليه 19. خلاص. طيب نرجع بقى لمارس 2019، يعني قبل 3 شهور من تقفيل من بدايه السنه الماليه. وزير الكهرباء اهو طلع قال هنأجل اهو تأجيل رفع الدعم نهائيا إلى 2020. بيشتغلوكم بجد. بيقول لك أسعار الطاقة في مصر أقل من دولار، وبلغ سعر بيع الكهرباء ومش عارف إيه. ده كان بقى الكلام ده كان في مارس 2019. الأخ ده كان يعلم إن بعد 3 شهور الدعم هيترفع نهائيا عن الكهرباء. طيب تعال نشوف برضو خبر تاني كان في 2019 بيقول بنسبة 75% الحكومة تخفض مخصصات دعم الكهرباء بالموازنة الجديدة. الكلام ده كان امتى بقى؟ في إبريل 2019.
يعني في مارس 2019 وزير الكهرباء طلع قال مش هنرفع الدعم نهائيا، هنأجل ل 2021. في شهر ابريل 2019 قال لك هنرفع الدعم بنسبه 75%. النهارده تكتشف انهم اصلا كانوا رافعين الدعم في شهر 7 2019. يعني صفر دعم، وده قلناه يعني بالفيديوهات، وخرجت مواقع صحفيه بعد كده وعملت شغلها زينك بالظبط واكدوا ان دعم الكهرباء صفر. ادي صحيح مصر الحكومه لا تتحمل اي دعم على فاتوره الكهرباء، اي دعم، دعم الكهرباء والمنازل في الموازنه العامه صفر على مدار 4 سنوات، وده كلام قلناه هنا. بعد 4 سنين من فيديو مصر النهارده طلع عمرو اديب في 24 يعترف بان دعم الكهرباء صفر بعد 4 سنين اللي احنا قلناه من 4 سنين. ادي عمرو اديب اتفضل. السيد وزير الماليه قال انه الدعم اللي موجود على الطاقه جريمه، جريمه. معلش، طيب هنعمل ايه؟ يعني انا فهمت تصريح السيد وزير الماليه النهارده بشكل واضح، يعني ولا انا لازم اجيب مترجم اروح للاي اي اقول له عندما يقول السيد وزير الماليه ان الدعم على الطاقه جريمه ده معناه ايه؟ يا جماعه انا عايز اسال سؤال، هو احنا مش انتوا شرحتوا لنا قبل كده انه في فئات في الكهرباء بتدفع فتبقى تكافلي للطبقات الثانيه؟ يعني احنا بندفع ثمن الكهرباء كلها، احنا بندفع فول برايس. انا عايز اقول لكم انا الفاتوره بتاع بلاش انا، يعني الناس بتجي لها فاتوره الكهرباء كام؟ ايه متوسط فاتوره الكهرباء كام؟ متوسط فاتوره الغاز كام؟ متوسط فاتوره الميه كام؟ خلاص انا كنت اهبل ساذج متخلف لما قلت يا ريت يا جماعه لو تقدروا بلاش، بس كمان اقطع النور بقى بنجاح مش بفشل. مين يادي الفاشل ياض؟ شوف عمرو النهارده لما الدور امبارح ازاي وطلع زي الكلب الصغير ده اللي هو اللي مليان شعر كتير ده، اللي ما بيعملش اي حاجه، لا بيهوى على قطه ولا كلب ولا حرامي ولا اي حاجه، وتشيله وترميه وتحطه، بيسموه كلب اللولو تقريبا. النهارده امبارح طلع زي الكلب اللولو، يقول لك كان الرئيس كان واضح وقال الكهرباء بتقطع، ما فيش بقى خلاص. وده رسم جناف كده من موقع مصراوي يوضح ان ما فيش دعم كهرباء من سنه 18. اتفضل يا بيه. دعم الكهرباء صفر من 18. من 18 يا بيه وانت صفر دعم الكهرباء، شوف الخط نزل مره واحده 17 18 الخط نزل زيرو صفر. الكذاب الاشر اللي ربى لحم على كتافه وعلى صدره كده من قدام بيتبجح ان الدوله معهاش فلوس تدعم غاز محطات الكهرباء، ما جاوبناش. هي الدوله لقت فلوس لقصوره وطياراته ورفاهياته منين؟ ما تقول لنا الدولة جابت منين فلوس الطيارة ملكة السماء. أنا جاب النبي عرض يا بيبو، بس عشان بس بالراحة، بس بقولك أنت اللي هتدفع، أنت اللي هتضرب بالجزمة. أنا آسف إني بقولك كده وبعتذر لك، الناس دي راحت حتة تانية، كانوا في حتة بقوا في حتة تانية، بس برضو اللي فيه فيه. يعني أبسط دليل زي بقولك كده، أخت السيسي شوف كانت فين وبقت فين؟ اهو كانت كده. بقت فين بقى؟ كانت كده والله، ده افتتاح قناه السويس 2014. شوف بقت فين؟ برضه محمود كهربا. برضه محمود كهربا لاعب النادي الاهلي. وانت يا بيه، انت اللي عليه يا بيه، انت اللي هتشيلها. انت اللي هتشيل. انت اللي هتشيل الليله يا معلم. بس انت قاعد تشتمنا احنا وبيقبضوا بالدولارات و190 مليار ومحمد ناصر بياخد 90 مليون دولار والحاجات دي، يا تكنيله. هو الحمد لله على كل شيء يعني، بس يعني في الاخر مش الواحد لو طبل كان بقى مع الناس دي حلو؟ مش كان زماني دلوقتي راكب عربيه وبطلع رخص وعايش عيشه مرتاحه في كومباوند وعندي تراس كده بيبص على. تخيل ما بيدعمش الكهرباء من 2018، ما قالناش الفلوس فين جت منين بتاعت القصور وما راحتش الكهرباء، وهي طيارة ملكة السماء كان وفر بيها فلوس الكهرباء لسنين قدام.
لل 160 مليون مصري زي ما بيقول الأستاذ جمال سلطان. تمن الطائرة الرئيسية الثانية الفاخرة والمستفزة اللي اشتريتها ب 500 مليون دولار يعني 25 مليار جنيه مصري كان يكفي انه كان يجعل الشعب المصري والبيوت والمصانع والشركات والبنوك والنوادي لا تنقطع عنها الكهرباء عامين كاملين، لكنك فكرت في دلعك الشخصي وترفك الشخصي ولم تفكر في الشعب. طبعا طبعا ادي الجراف اهو، ادي اصوره والمظاته. انت عايز تقنعني ان العقد اللي لابساه اخته ده عقد فيك ازاز اللي انا وريت لك الفيديو من شويه ده؟ الفيديو ده انت عايز توريني، عايز تقول لي ان العقد اللي هي لابساه الاستاذه ده عقد فيك ازاز جايباه من عند الراجل في السيده زينب مثلا؟ احنا هنهزر هنمثل على بعض؟ شايف العقد كله الا العقد يا بيه؟ الناس دي راحت حته تانية، اتنقلت. دي ناس لا معاها شهادات، انا بكلمك بامانه يعني، الناس دي معاها شهادات اصلا. ده على راسهم السيسي. اصل ايه؟ تعال قول لي ايه شهاده الكليه الحربيه اللي هي ايه يعني؟ ولا حاجه. كمل بقى بقيه العيله، كمل بقيه العيله، مفيش شهادات. الناس دي اثبتت ان التعليم يعمل ايه في وطن ملوش معنى. ما هو بدبلومات، واللي ما كملش حتى الدبلوم النهارده بقوا اصحاب اصول ومشاريع والحاجات دي. وانت طلعت عين امك عشان تذاكر وتنجح وثانويه عامه وماجستير ومش عارف خدت ايه في الاخر؟ ولا حاجه. لا ده انا هقول لك على حاجه، انت تعرف ان ال 6000 جنيه اللي بيقول لك عليها دي اللي عمال يعايرك بيها، ان عارف انها تحت خط الفقر؟ انت عارف خط الفقر في مصر كام؟ مستوى الفقر في مصر يعني لو احنا قلنا، انا جايبها لك بس بالوثيقه يعني مش كلامي انا. انا جايبها لك بالوثيقه ده، انا سجلتها النهارده ولطمت. تخيل بيقول لك انه انك انت خط الفقر الاسره اربع افراد اهو المبادره المصريه. خد يا معلم انشر كده قدام الناس، انشر ده. المبادره المصريه بتقول ان اسره اربع افراد في الشهر خط الفقر 7000 جنيه. ماشي؟ 7180 جنيه. بينما هو الحد الادنى اللي هو فرضه على الموظفين 6000 جنيه وبيجبي عليك. يعني انت تحت خط الفقر. المبادره المصريه للحقوق بتقول اهو ساره الحارس. 7180 جنيه للاسره خط الفقر الوطني. والحد الادنى للاجور لا يغطيه. انا جبت لك حد، انا شايلها لك. انا هخبي عليك حاجه يا ابن عمي. قالت المبادره المصريه، الكلام ده كان يوم 23 مايو اللي هو احنا فيه ده. أن الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه المطبق، مش على كل الناس برضو، من مارس الماضي على القطاع الحكومي ومقرر تطبيقه في القطاع الخاص يقل عن خط الفقر الذي وصل في مارس الماضي إلى 7180 جنيه الأسرة مكونة من أربع أفراد. وبحسب دراسة نحو أجر منصف للجميع في مصر، خيارات تعميم الحد الأدنى للأجور اللي عرضتها الباحثة سلمى حسين أمس الأربعاء في ندوة الحد الأدنى للأجور، اطلع سطر أو انزل سطر الله يكرمك، والطريق لعدالة الأجور بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، واطلعت عليها المنصة، فإن القيمة الحقيقية لمبلغ 1200 جنيه التي حسبت في 2010 حد أدنى للأجور تساوي 7844 جنيه بحسب التضخم من 2010 إلى مارس 2024. يعني الست سلمى دي، سلمى حسين، عملت ندوة في مقر التحالف الاشتراكي وقالت ان ال 1200 جنيه اللي كانت حد ادنى في 2010 لما قاسد الاسعار في 2010 بالاسعار في 2014، قالت الحد الادنى ده يساوي دلوقتي اهو بص بحساباتها 7844 جنيه. يعني خط الفقر 7180 جنيه. هو طلع قال الموظفين هعمل لكم حد ادنى 6000 جنيه وطلع يجب عليكم. يعني انتوا ب 6000 جنيه تحت خط الفقر. مش انا اللي قلت؟ طلعها يا عم الله يخليك، بدل ما يقول لك صحيح مصر محمد ناصر قال ارقام خاطئه. ارجعوا للست. عودناكم ان احنا هنا مش هنقول حاجه الا
بوثيقة والعهدة على الرواة. تعال نشوف بقى جراف القصور بقى اللي هو عايش فيها. الزاهد الأمين، خش يا معلم خش. قصور، ما تصغرها شوية عشان أعرف أقرأ. قصور ومجمع رئاسي في العاصمة الإدارية على مساحة 2.5 مليون متر مربع. كنا فين وبقينا فين؟ قصر رئاسي على طراز البيت الأبيض في العالمين الجديدة. قصر رئاسي في منطقة الهايك ستيب العسكرية في القاهرة. 10 فيلات استراحات رئاسية جديدة للسيسي وأولاده بالأسكندرية والعالمين. 4 طائرات رئاسية فاخرة من طراز فالكون 7 اكس ب 300 مليون يورو. طائرة ملكة السماء من طراز بوينج بنص مليار. ساعة رولكس قدرت ب 300 ألف دولار. بيع اللي عندك. ساعة أوميجا قدرت ب 750 ألف جنيه. خاتم ماركة بريجي كلاسيك ومش عارف إيه للسيسي بحاجات دي. دراجة دراجة واحدة ب 1500 دولار يا رخصة. والله العظيم الراجل ده زاهد. مجوهرات بقى الانتصار وغير انتصار. ده احنا اللي الناس شافته مجوهرات انتصار، ما شافوش مجوهرات آية بنته؟ ما شافوش مجوهرات أخته وحقيبة؟ ده انتوا ناس جعانة. ده زمان انتصار دلوقتي قاعد تضحك عليكم، تقول لهم لو شافوا الدولاب بتاعي كانوا عملوا ايه. هو حد يطلع صور الدولاب؟ انا لخصت القصة على صفحتي واتكلمت عن المرحلة الجديدة. المرحلة الجديدة يا حضرات يا شعارها يا الفواتير النار يا قطع الطيار. وده اللي كتبته امبارح على عزيزي المواطن 30 يونيو. تختار ايه؟ فواتير نار ولا قطع الطيار؟ اختار. هو اللي قال باللي اختار يمشي لوحده المشوار على رأي الأستاذ المنحنح هاني شاكر. بس امشي بقى يا معلم، مفيش حل ثالث؟ مفيش. يا فواتير نار يا قطع الطيار. لكن في حل ثالث موجود، انه يمشي، انه يمشي، انه مش قد الشيلة ما يشيلش. ولا ايه يا أستاذة شفاف؟ هي لميس الحديدي قالت ايه؟ قالت ايه في الفيديو اللي انتوا عرضتوه؟ اصل انا في حاجات احبها كده. هات لي لميس كده والنبي في الفيديو اللي انتوا عرضتوه بتاع وهي بتقول عن قطع الكهرباء، قالت ايه؟ والله لميس انت نموذج، انت نموذج يدرس يعني في هز الوسط. والله يعني الرقص بدون ما تتعرى، دي نظريه جديده. ما الرقاصه بتتعرى. ايوه اسمع 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 اسمع. ولازم الحقيقه حي الرئيس على الشفافيه وعلى مصارحه الناس وعلى المكاشفه، وشكرا ان هو طالب كمان الوزراء وان هم يتكلموا. احيي الرئيس وشكرا. يا وجزمه الرئيس ملهاش نصيب. بوسي جزمه الرئيس. انت عارفه ايه الشفاف؟ النضاره اللي انت لابسها بس. هي دي الحاجه الشفافه. عارفه انت علمتي الستات المصريه ازاي ترقصي من غير ما تقلعي؟ دي نظرية جديدة يا حضرات. ازاي ارقص واعمل ستريبتيز من غير ما تقلع؟ وهي قاعدة. على رأي سمير غانم برضو لما قال لك اسوق العجلة وانا سايب ايدي. انت علمتي الناس ستات ورجالة ازاي ترقص تعري من غير ما تتعرى. تشكر الرئيس؟ ومش قد الشيلة راحت فين؟ ومش انت عندك اجهزة بتبوظ بالالاف؟ ده جوزك طلع اشتكى والله العظيم. طلع اشتكى جوزك وقال الاجهزه بتبوظ بالالاف. مش هو دي، مش الاجهزه دي عندك؟ جوزك اللي طلع قال. قالوا الكهرباء بتقطع واجهزه بالالاف. طبعا الاجهزه بالالاف دي مش عند المواطن ابو 6000 جنيه. اخره عنده الخلاطي يا ده اللي احنا عارفينه ده، الصيني ده. اللي هو وابور زلط ده. بقى ده اخره عنده. اهو جوزك اللي قال، اهو العب كده يا بيه. وعلى الاقل يعني بدل ساعتين يبقوا ساعه. خلاص ده كان طموحي وكان املي. دلوقتي انا غيرت شويه طموحي وغيرت شويه املي. انتوا عارفين زي بتوع اللايف كوتشنج كده ان انت الاهداف بتاعتك يجب ان تغيرها تكتيكيا واستراتيجيا. يعني ما عندك هدف غيره، ما دام مش قادر تعمله اعمل هدف تاني. انا بقى اناشد الحكومه لو سمحتم ما تقطعوش النور اكتر من ساعتين. يعني الأول كنت بقول لهم لو سمحتم اقطعوا النور أقل من ساعتين. دلوقتي أنا طموحاتي انخفضت. أرجوكم يعني النور بقى بيقطع أكتر من ساعتين.
واكتر من مره وفي المره الواحده كذا مره والاجهزه بتبوظ قلفات. حط مراته بقى على طول. انت جايب ده انا ليه؟ انا مالي؟ ما تدخلنيش البيت ده. حط مراته وبتقول لك الشفافيه. بشكر الرئيس اهو، انا ماليش علاقه، ما تدخلنيش. محتاجين ان احنا نسمع مزيد من التفسيرات، الناس محتاجه تفهم مزيد من الامور علشان تقدر انها تفهم هو بيحصل ده ليه، وليه ده حصل دلوقتي، وليه الكهرباء بتقطع، ليه العيش كذا، ليه الاوضاع الاقتصاديه فيها مشكله. يعني هي مراتك يعني هي الاجهزه دي بتاعت مراتك دي في القايمه، مش انت كاتبها لها؟ مش كاتب لها قايمه؟ الاجهزه اللي بتبوظ بالالاف دي بتاعت التلاميذ، ولا مش ولا هتاكل عليها القايمه؟ مش معقول طبعا تاكل عليها القايمه، انما الاجهزه اللي بتبوظ دي عندها بالالاف. قال لك اجهزه بالالاف بتبوظ بالالاف، اكيد دي عند لميس. فين يا لميس؟ فين يا لميس؟ مش قد الشيله. فين يا مدام؟ يجب ان الاعلام في الفتره دي يتم، والله العظيم انا بنصح الساده المشاهدين احفظوا كل الفيديوهات دي، هنحتاجها، لان قد واحنا عايشين يعني قد ياتي يوم نحتاج للفيديوهات دي لما الناس دي تدعي الشرف. ما هي الناس دي زي الحربايه كده بيقلبوا الوان، يعني مش دي اللي كانت بتقول الرئيس مش قد الشيله؟ اهي الشيله ما تشيلش، تقيل عليك يا دكتور مرسي الشيله ما تشيلش، تقيل عليك يا دكتور قنديل الشيله ما تشيلش، انت اللي مش عارف تجيب وزراء، انت اللي مش عارف تجيب خبراء، انت اللي مش عارف تعمل اولوياتك، هذه مسؤوليتك. فاروق عمر له جملة شهيرة جدا فيش كلنا حافظينها وعارفينها، ويلك يا عمر، ويلك يا عمر لو أن بغلة تعثرت في العراق لسئل عنها عمر، ويلك يا عمر. لكن ده كان سيدنا عمر بن الخطاب. هو ويلك يا عمر ما بيجيش مع السيسي، بتيجي مع مرسي بس. ويلك ويلك يا عمر، يا ايه ده؟ ايه الحلاوة دي يا لميس؟ كان فين ده بقى؟ على السادة احفظوا الفيديوهات دي بتاعت الرقاصين دول علشان، لا مش الفيديوهات دي، احنا حافظينها بقى التانية بقى الجديدة بقى بتاعت الشفافية، عشان الناس دي قد يأتي يوم عليها ويغيروا كلامهم ويقول لك اصل انا يا ما قلت ويا ما ما اي حد بيكذب دلوقتي، انما يعني شاء ربك إن الناس دي تتكشف بهذا الشكل. اللي بعده ما ينفعش الحقيقة تفصل اللي بيحصل في مصر عن بعضه ولا في العالم كله، الدنيا كلها متصلة ببعض. كلام السيسي وإعلامه عن زيادة الكهرباء ورغيف العيش يبدو انه مقدمه لالغاء الدعم قريب على الخبز، وده اللي باقي للغلابه من الدعم الحكومي، ويمكن ده مرتبط بزياره صندوق النقد الدولي عشان المراجعه الثالثه. انت مصدق ان في حاجه اسمها حصاد اللي عمله سيسي من يومين ده؟ مصدق ان في حصاد؟ ايه؟ مش هو سيسي كان قاعد القعده دي وعامل قعر مجلس عشان حصاد؟ مش كانوا جايبين حاجات؟ مش كده ولا انا فاهم غلط؟ مش هو كان قاعد عشان حصاد ايه؟ ده حصاد المر، ده حصاد 10 سنين من الذل والهوان، ده حصاد خيبة تقيلة خابها الشعب المصري في 30 يونيو 2013. حصاد ايه؟ انت مصدق ان في غلة وحصاد وبتاع؟ مصدق؟ مصدقين انه كان احنا مش هو كان هو كان قاعد القعده دي ليه يا جماعه؟ ما تقولوا لي، انا ما بقتش اسال، انا بشوفه قاعد القعده وقعده الصوان دي والعزا وكراسي الصوان دي بتاعت عمر مكرم والناس قاعده وماسك الحديده، بيقعد يعمل ايه بقى؟ ما اعرفش كان قاعد يعمل ايه بقى. انا سمعت حاجه اسمها الحصاد، صح يا حبيبه؟ كان قاعد حصاد ايه بقى؟ حصدنا ايه طيب؟ ولا حاجه. انما في دلوقتي بقى في مصر حقيقه اسمها المراجعه الثالثه، ودي اتكلمنا عنها يوم الخميس. يوم الخميس احنا قلنا هنا في المكان ده ان بعثه صندوق النقد وصلت بالفعل من كام يوم زي ما ذكرت مواقع عربيه كتير منها الشرق بلومبرج والعربيه نت. النهارده بقى موقع المخابرات اللي هو القاهره 24 بيقول ليه ان البعثه هتيجي قريب مصر، تخيل؟ تزور مصر خلال ايام، يا راجل ده الشرق بلومبرج قالت موجوده،
والعربيه نت قالت موجوده. معلش مش مشكله. يا ترى يا هل ترى بقى الصندوق هو اللي جاي المره دي باوامر السيسي، يعني خلى السيسي يفكر او يهيئكم لالغاء دعم الخبز وكمان بالمره الغاء دعم السولر والبنزين نهائيا، وعشان كده وزير البترول يمكن طلع يتكلم عن عدم دعم السولر والبنزين زي بيقول الخبر ده كده. وزير البترول الدوله تدعم لتر السولر ب 10 جنيه والبنزين ب 4 جنيه كمان. يعني ايه؟ يعني شكلكم هترفعوا الدعم عن العيش والخبز، الخبز والسولر والبنزين. انت عارف لو رفع الدعم عن السولر هيحصل ايه؟ الاسعار اللي انت شايفها دي هتبقى ذكرى، مش غاليه، هتبقى ذكرى. وطبعا كل ده لاجل الوردي يتسيل علي زي بيقول المثل، وطالما الفلوس هتيجي ايه المانع نقلعكم ملط عشان في 2 مليار دولار جايين خلال الشهور الجايه دي زي بتقول اخبار اهي. مليار دولار، مليار مش اتنين. مصر تتسلم دفعتين جديدتين من صندوق النقد خلال 4 شهور. ما يقلعكوش مالط ليه؟ في مليار دولار جايين. بس كله بشروط بقى. ارفع الدعم من على السولر شويه، من على البنزين شويه، من على العيش شويه. لكن الواضح ان دايما صندوق النقد بيجي معاه شروط اشد قسوه. كل مره بيزود بنزين. بيكون فيها مراجعات، وفي النهايه اللي بيدفع الهتفوره انت. تخسر الدعم على كل شيء. خبز وقود، كهرباء، وقريب العيش خلاص. في أزمة تانية بقى بيعاني منها المواطن، هي الأدوية اللي أسعارها رفعت بس بنسبة كبيرة جدا خلال الفترة دي. وأدي فيتو هيئة الدواء الانتهاء من دراسة مطالب الشركات بزيادة الأسعار والإعلان عنها قريبا. الزيادات المتكررة في أسعار الدواء دفعت آلاف من أصحاب الصيدليات لإغلاقها، وفي آلاف تانية منتظرة تقفل. أنا ما بقولش خبر من عندي. القاهرة شعبة الصيدليات غلق 1500 صيدلية بإرادة أصحابها. ليه؟ بسبب زيادة الأدوية. أنا ما قلتش حاجة من عندي، القاهرة 24. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. يعني في 1500 خلاص قفلوا، وفي بقى من ينتظر اللي جايين بقى في الدور. وتقريبا كده ده تأثير الجرعة بتاع صفقة راس الحكمة اللي انتهى خلاص، عشان أسعار السلع الأساسية رجعت ترتفع تاني بعد ما نزلت من كام أسبوع كده، زي الفراخ سعرها عدى 100 جنيه. مش أنا اللي بقول، مصراوي. قفزة في أسعار الدواجن، التجار غير مبررة، والمنتجون نتوقع الانخفاض. ولسه يا علم، لسه الجنيه اللي قالوا سعره هينزل بعد مليارات صفقة راس الحكمة بيصعد، وفي توقع انه يوصل ل 50 جنيه في اخر السنة. انا مش دعوة، هاني جنينة، سعر الصرف مقابل الجنيه سيرتفع بنهاية الى مستويات 49 50 جنيه. بس يا سيبك انت الازمات دي، وايه يعني ازمات؟ لما المواطن يعاني او حتى يولع، طالما في عيون ساهرة على راحة الوطن وبتعدي به الصعب وبتحميه لأقصى درجة زي ما بيقول مجلس رسالة شكر للسيسي وسيمات بول، يعني يحميان المواطن لأقصى درجة. الشيوخ يشكر السيسي، هي ليه هنا يشكر بالكاف؟ ما تمشيش بالخاء. ومدبولي على خطة مواجهة أصعب التحديات الاقتصادية. لكن الحقيقة أن السيسي خلى الحياة، حياة الشعب جحيم لا يطاق، والناس ما بقتش طايقه، لا عارفه تعيش ولا عارفه تاكل ولا عارفه تشرب، لان السيسي خلى حياتهم مرار طافح زي بيقول الشاب ده كده. انت خليت حياتنا مرار طافح، خليت حياتنا مرار طافح. يعني ايه ادور على شقه ايجار جديد اقل شقه ب 3000 ونص و 4000 ليه وانا باخد كام؟ يعني انا المفروض ان انا بقبض كام في الشهر عشان خاطر ادفع 3000 و 4000؟ ليه؟ عشان تجيب السودانيين؟ عشان خاطر حضرتك تاخد فلوس؟ طب بعد ما تاخد فلوس تعمل بيها ايه؟ ما انت احنا ما استفدناش حاجه، يعني بعد الفلوس اللي انت خدتها احنا برضه ما استفدناش حاجه، الاسعار بتزيد، يعني انا مش عارف هنروح فين بعد كده؟ لا عارفين نسكن ولا عارفين ناكل ولا عارفين نشرب ولا عارفين نعيش، يعني ايه ابقى متجوز يتخرب بيت عشان خاطر الجواز؟ يعني ايه؟ يعني ده مش طبيعي. يعني حقوقي الطبيعيه انا مش عارف اخدها، حقوقي في بلدي انا مش عارف اخدها. ليه
يعني انا استفدت كده ايه من الحكم ده ولا من الـ يعني انا مش عارف اعاتب مين فعلا، انا مش عارف اعاتب مين، حسبي الله ونعم الوكيل. انا عمال اتخيل الشاب ده لو بياخد 8000 جنيه وهو بيقول ايجار الشقه ايجار جديد ب 3000 جنيه من الثمانيه، يعني باقي له 5 يتشقلب في 5 هو ومراته، ده لو بياخد 8. مش احنا قلنا الحد الادنى 6000، قول هو هياخد 8000 جنيه، ده مطلوب منه يعمل ايه بقى بال 5000 جنيه 30 يوم يعيش ازاي؟ بجد والله يعيش ازاي؟ فعش واحدا اوصل اخاك فانه مقارف ذنب، يعني عيش ازاي؟ بس يا ابني الحل مش انك انت تطلع تشتكي على السوشيال ولا انك تنكت، الحل ان الله لا يغير ما بقوم. بصراحه يا حضرات الساده المصريين الذين يمرون من الميدان مترقين، ارفعوا رؤوسكم. الحل مش انك تنكت، الحل انك انت مش انك تقعد تشتكي على السوشيال، لان السيسي شايف كل ده وعارف، ولا هو هنا وشايف ان انت السبب. فالحل مش انك تنكت او تشتكي على السوشيال، الحل انك انت تغير، يسعى للتغيير، قوم ربنا يساعدك، لان زي ما قال تامر شيرين شوقي صدقوني فاتورة التغيير اقل بكتير جدا من فاتورة الاستمرار. احنا بنقول الكلام ده من 2014، يعني انت لو غيرت في 2014 شوف ديونك كانت كام، كان لسه ما مضاش على سد النهضة، كان لسه ما عملش الكوارث دي، ما باعش راس الحكمة، ما تنزلش عن ترانو الصنافير، ما تنزلش عن حقولنا في البحر المتوسط. لو سمعت الكلام ومن 2014 قلت له ستوب كان ممكن يبقى احسن. طيب كان 2016 قبل نوفمبر 2016 لو انت ساعدت التغيير ما كانش هيعوم الجنيه وياخد القروض بصندوق النقد ويزود الديون بالشكل ده، وما كانش لسه برضه باع حاجات كتير جدا وسكت، وقفت وقفه رجاله وسكت. طب لو غيرت في 2019 وطلعت مع الناس اللي طلعوا ما كانش زمان الديون وصلت لحد دلوقتي كده، ما كانش زمان الاسعار وصلت الوقت اللي انت فيه دلوقتي. شوف اسعار 2019 واسعار دلوقتي. اللي قاله تامر شيرين شوقي صح، فاتوره التغيير اقل بكتير جدا من فاتوره الاستمرار السيسي، كل ما بيستمر كل ما بيولعها، وانت بقى تشرب انت بحر. اللي بعده يا عم، انا مع الجراحين. انت لما بتروح لدكتور مش انت يعني ربنا يعافيكم، يعني انت لما بتروح لواحد دكتور مش انت يا عم برضو، واحد عيان لما بيروح لدكتور ويشوف مرض فظيع بيبقى في حل كده اخير العمليه جراحه، الجراحه مؤلمه بس في الاخر بترتاح. مصر محتاجه جراحه، مش محتاجه مسكنات ولا محتاجة دواء كتير قوي ومضادات حيوية. مصر يا حضرات، وطبعا مش محتاجة أغاني يعني، مصر محتاجة جراحة. هذه البلد في حاجة إلى جراحة عاجلة، والجراح الوحيد اللي ممكن يعمل الجراحة دي هو الشعب نفسه. انسوا المثقفين، انسوا رجال الدين، انسوا السياسيين، انسوا الأحزاب، انسوا أي حد. بتشتكي من حاجة اعمل لها عملية بس. كل يوم زيادة بيقعدوا عبد الفتاح السيسي هتدفع ثمنه أنت والأجيال اللي جاية. طب خلاص يا عم اتجوزت، أنت شاب واتجوزت وربنا فتح عليك ورثت حاجة جبت شقة، طب ولادك هيعيشوا ازاي؟ هتكمل حياتك ازاي؟ يلا أنا قلت اللي عندي. بعد حوالي 300 يوم بتكتشف أو تنكشف حالة من الفشل العسكري في صفوف الجيش الإسرائيلي، وصل الأمر لفشل. بص شوف احنا اتضحك علينا كتير جدا، اتضحك علينا بأن في أجهزة مخابرات هي أقوى أجهزة في العالم، واتباع علينا الكلام ده واحنا شربناه زي الحلاوة. انت تعرف لما تشوف واحد كده عظيم جدا وبعدين تقرب منه تلاقيه أتفه
من نبات الغاب. ده اللي حصل لجهاز الشباك الإسرائيلي، الجهاز الأقوى في تاريخ إسرائيل، الجهاز اللي كلمونا عنه وعن عملياته وعن حاجات كده، سقط في فضيحة رهيبة جدا. نشر صور لمجموعة من قادة القسام وقال دول قادة القسام المطلوبين وإلى آخر. في وسط الصور دي بقى صورة لصحفي وإعلامي مصري قديم والأستاذ محمد شبانة. أهو إسرائيل تنشر صورة صحفي مصري على أنه قيادي بالقسام. محمد شبانة إعلامي، وأنا عملت ما اشتغلنا سوا أنا وهو في قناة الشعب، وأخوه الأستاذ خالد شبانة اشتغلنا سوا أنا وهو أحد سلسلة حلقاتي يبقى أنت أكيد في مصر. راجل إعلامي قديم جدا ومشهور جدا ومعروف جدا. تخيل، أنا مش بكلمك على واحد عادي موظف مدرس، لا، ده بكلمك على إعلامي بقاله في الإعلام أكتر من 30 سنة. يعني محمد شبانة لو دورت على فيديوهاته هتلاقيه ونجم، مش واحد كده يعني، مش غلطة يعني. تحط جهاز الشباك الإسرائيلي حط صوره إن ده قائد في القسام، دي مصيبة، دي مصيبة سودة. يعني لو هو جاب صورة موظف وحطه على إن هو ده، أوكي غلطة، إنما ده جاب واحد إعلامي بقاله 30 سنة وأكتر، نجم إعلام رياضي، يعني مش واحد شغال في قناة تحت السلم، ده راجل تاريخه كتير قوي. حطوا أهو، أدي الصورة اهي، خليك بس الصورة فيكس كده، اتفرج رقم 6 محمد شبانة، حط الصورة بس كده، حطها فيكس كده، حطوا كده إنه رقم 6 المطلوب، رقم 6 وقال لك ميجور جنرال بقى والحاجات دي. إن إيه القسام يا ولا، يا ولا بالإنجليزي يا ولا، يا أستاذ محمد إحنا اشتغلنا مع بعض، أستاذ محمد، أستاذ محمد على رأي الإسكندرانية، أنا ما أعرفش إنك أنت إرهابي بالطريقة دي، رقم 6، رقم 6. بدأ في مؤسسة الأهرام، ثم في قناة نايل تي في سنة 93، ثم انتقل إلى العمل كمراسل في العديد من القنوات العربية. في 2007 أقدم شبانة مجلة شوت الرياضية، وسبق أن تولى رئاسة رابطة النقاد الرياضيين لدورتين متتاليتين 2015-2019، وتم اختياره في دورة 15 أمين صندوق لرابطة النقاد الصحفيين. تولى سكرتير عام نقابة الصحفيين، وبيقدم برنامج دلوقتي على ATC بعنوان بوكس توكس تقريبا، وكان أحد أعضاء مجلس الشيوخ المصري وبعد شبانة في الوقت الحالي. يعني راحوا جابوا واحد البعدة ربنا طمس على عينيهم وعلى قلوبهم وعلى مخهم، وراحوا جابوا واحد مشهور جدا. ده يا جماعة بتكلموا على واحد معروف جدا، محمد شبانة. الراجل طلع يسخر من القصة دي، خان قال لي انا طبعا يعني سمعك بعت لي حد الصورة يعني انا راجل اعلامي وصحفي، وكنت امين عندي 5 صحفيين ونائب في البرلمان، ويعني يعني ولقيت جهل وتخلف حاصل لما شفت الصورة، وكمان ما اندهشتش الحقيقة. يعني جهاز الشباك ده المفترض جهاز امن عام في اسرائيل، ده مفترض احد اقوى الاجهزة الامنية اللي موجودة في اسرائيل، وإنما أنا ده طبيعي في ظل حالة اهتزاز وارتباك موجودة في الكيان الصهيوني، فبيخش يجيب أي صورة أكيد دخلوا جوجل مثلا بضربوا الاسم أكيد ما لهاش تفسير تاني يعني، وقاموا حاطين الصورة وخلاص، وهم عندهم ارتباك واضح جدا في الأحداث الأخيرة والتخبط اللي شغال والأخبار الكاذبة والتقارير الكاذبة اللي شغالة في الفترة الأخيرة، وعشان يتداولوا صورتي مفترض ده جهاز يكون في قمة التركيز، والمفترض ان هم يكونوا كل صوره بيحطوها او كل اسم بيحطوها او كل شخص هم شايفين من وجهه نظرهم يبقى مستهدف، عارفين هو مين وشكله ايه. ده حاطينك يا محمد يا شبانة ميجور جنرال القسام، رفح حماس تيرور اورجانيزيشن. يا نهار اسود يا جدعان، ميجور جنرال، ده ميجور جنرال دي انا خدتها في ثالثه اعدادي. ميجور جنرال اهي، لا وايه صور كوتشين زي مين بقى الصور دي؟
تعال لي بقى كده. بص، ما هو أمريكا هي نموذج الكبير بتاع إسرائيل. اللي عاش في سبتمبر 11 لما حصلت الحادثة المشبوهة دي ياها بتاعت برجين التجارة والحاجات دي، المخابرات الأمريكية نشرت صور المطلوبين على هيئة كوتشينا برضو. أنا أتذكر ده، يعني أنا مش محضر اللي أنا بقوله ده، بس هو ارتجال مني على الهواء. ونشرت صور بقى وكلهم كوتشينا زي كده. انت لو عملت سيرش دلوقتي يا بيبو ممكن تلاقي اللي انا بقوله ده صح. انا متاكد ان دماغي صح، انا فاكر الصور دي. نشروا صور اسامه بن لادن، صور اسامه بن لادن والشباب دول على هيئه كوتشينا كده، او في دخول العراق حاجه كده يعني. فالشباك الاسرائيلي بيقتدي بالام الكبيره، ام الفساد امريكا، فجايب بص نشر صور القاده بتوع هات الصور، سيبك من عمرو دلوقتي، ونشرهم كده. بص بقى على طريقه كوتشينا وبتاع، وبص يا معلم انا ما بفهمش في ورق الكوتشينا، بس هو ايه بقى، ادي محمد الشبان اهو رقم ستة، او مش رقم ستة يعني، الورقه ستة يعني. ستة ايه ده بقى، كارو ولا ايه؟ كارو صح، مش كارو ولا ريد هارت والحاجات دي. بس انا ما بفهمش في الحاجات دي يا جماعه، انا اخري بصره، ألعب البصرة يعني. بص رقم ستة ميجر جنرال محمد شبانة. فضيحة للشباك والله. الأجهزة دي عبيطة جدا، بس احنا كنا أهبل يعني، كنا أهبل منهم لما صدقنا إن دي أجهزة رهيبة جدا وبتجيب، عارفة القرد مخبي ابنه فين، وجو بلدي كده. احنا بنحب الأساطير، بنحبها جدا. وجندوا مش عارف مين، وجابوا مين كان قاعد في الأرجنتين وعمل عملية تجميل فجابوه. احنا نحب نهول قوي. فبقوا محمد شبانة طلع ميجر جنرال، لا حاجة جامدة جدا. اكيد ميجر جنرال دي زي مثلا مدير عام، اكيد حاجة زي كده مش كده، اكيد مثلا ايه رئيس وردية عمال في القسام. نبي يخرب بيتكم. طلع شبانة قال انا هقاضي اسرائيل. نسمع كده. كنت بكلم صديقنا طبعا خالد ابو بكر، وقال احنا لازم نقاضي الناس دي وهقاضيهم للقضيه الفلسطينيه. يعني انا همشي في اطار لان هم ذكروا اسمي وحطوا صورتي ووصفوني بصفات معينه. ده في على الاقل مليون شيكل دي يا محمد. لا اكتر يا راجل. هو الشيكل بكام النهارده؟ ما اعرف. فصحيح فانا راجل في الاخر اعلامي ليا اسمي، انا راجل نائب في البرلمان، انا راجل كنت امين عام لا انت ممكن اي مطار تيجي تدخل فيه بقى يقول لك اه دي صوره محمد شبانه القيادي في حماس، انت مين، انت فين، انت ازاي. ممكن وارد، ممكن يحصل باستمرار. فانا هاخد اجراءاتي، انما انا مش مندهش يعني. استنى انت قلت ايه؟ هات الفيديو من اوله ووقف عند الحته اللي انا هقول لك عليها دي. العب الفيديو عند ما اقول لك اقف، وقف العب. انا عايز اقول لك انا كنت بكلم صديقنا طبعا خالد ابو بكر، وقال احنا لازم نقاضي الناس دي. بس خالد ابو بكر، برافو يا خالد. الله، هو خالد ابو بكر انت ناطط في اي حاجه؟ انت جاي في اي فرح؟ استنى لما يعزموك. خالد ابو بكر لقى الموضوع ترند فقال له تعالى يا محمد يا شبانه انا هرفع لك قضيه دوليه عليهم. خالد ابو بكر، هو انت يا خالد فاضي؟ انت شغال مستشار قانوني لهيئه قناه السويس، وشغال للجدع بتاع الامارات ده اسمه ايه؟ الفرجاني ده اللي هو جاء وزار، وانت اشتغلت له مرشد سياحي، وشغال مع الشركه المتحده. انت يا معلم لو رحت الحمام يبقى كتر خيرك. بص نط خالد ابو بكر، نط في الموضوع على طول، قال له تعالى يا شبانه. الو ازيك؟ لا اشوف لك الموضوع ده، انا هرفع لك قضيه. قضيه ايه؟ انت مصدق خالد ابو بكر؟ وطبعا ولا هيرفع قضيه ولا غيره يعني. بس خالد ابو بكر ناطط في اي حفله، تعزم ما تعزمش، الراجل ما عندوش دم، هو بيخش على طول. عارف اللي بيسموهم في الادب العربي الطفيليين، اللي هو ايه، انا جاي في اي حاجه، مش في فرح نتعزم. طب انت مش عزوم ولا حاجه؟ هو ده يا خالد، مش تهدى شويه على نفسك؟ اي زفه انت فيها ايه يا جدع؟ ده ربنا موقف نموك. قال لك كلمني صديقنا خالد ابو بكر، قال لي هرفع لك قضيه على طول. خالد ابو بكر طلع فعلا زي ما قلت لك ورق الكوتشينا ده انا صح، لان انا فاكر في احداث سبتمبر 11 ده نشروا صور اسامه بن لادن والناس دي على هيئه كوتشينا. شوف اسرائيل بتقلد امريكا بالظبط. فضيحه الشباك دي مش جديده،
سبق واهو عيب عليك. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا ربي. اهو نفس الفكرة، يخرب بيوتكم. طب ابدعوا اهو. انا بقول لك انا فاكر ان بعد سبتمبر 11 نشروا الصور المطلوبين عندهم يعني نشروها بصور الكوتشينة كده، كلهم بقى نشروا بتاع كوتشينة كاملة 28 ورقة. ليه مش دومانو؟ ما عرفش يعني. ما الكوتشينة برضو لما ورقة بتقع بتتاخد بتطير. طب ما الدومانو برضو نفس القصة، ما عرفش ايه الفرق يعني. راحوا نشر دي مش جديدة، لانه سبق واعترف رئيس الجهاز بتاع الشباك اسمه بار ده انهم فشلوا في كشف احداث 7 اكتوبر. الراجل اهو فشلنا، رئيس جهاز الشباك الاسرائيلي يعترف باخفاقه في 7 اكتوبر. الفشل الذريع اللي حصل لجهاز الشباك ما يختلفش عن فشل الإدارة العسكرية، واللي سبق وقعت في فضيحة في مستشفى الرنتيسي لما طلع بغباء المتحدث العسكري يكذب على الهوى. الحقيقة ولأن الغباء الحقيقة الإسرائيلي يعني عظيم، فالدنيا خربانة على القصة دي. وده يقول لك إن ما تصدقش الإعلام بجد. والله أنا كإعلامي بقول لك إنه إعلام الأنظمة كاذب، سواء كان النظام ده إسرائيلي أو نظام أمريكي أو حتى لو أي نظام منحاز للإعلام فهو نظام كذاب. هديك شفت إكذوبة الشباك الإسرائيلي، خدعة كبيرة جدا، وقدروا يوصلوا لمش عارف مين. على أي حال، في كتب كتيرة عملوها ضباط مخابرات أمريكان عن فشل المخابرات الأمريكية في أكتر من عملية. وأنا عندي كتاب بس أنا مش متذكر اسمه دلوقتي، هو في المكتبة عندي. وحتى فشل الـ FBI، إنما يقول لك في الآخر هي دعاية، نوع من الدعاية الغرض منها خلق صورة نجم. وده القرن الأمريكي. إحنا عايشين دلوقتي فيما يسمى بالقرن الأمريكي. القرن الأمريكي هو قرن الدعاية، خلق نجم. النجم ده ممكن يكون نجم سينما. يعني أنت لما تحسب مارلين مونرو دي إيه؟ ما هي صناعة أمريكية. أيوة يعني إيه قيمة مارلين مونرو؟ لا شيء، صفر. بس عملوها أيقونة العالم، وحتى الآن لازالت أيقونة. أيوة دور فيها بقى كده ما تلاقيش أي حاجة، مجرد ست جات وماتت وعاشت وكانت حلوة وخلصت على القصة على كده. آخرها لما كانت مع الراجل الأمريكي، الرئيس الأمريكي ده اسمه إيه؟ كينيدي، وخلصت على كده. أو أرسل ميلر. نفس القصة في الشركات، يخلقوا نجم شركات مودرن موتورز، نجمة. يخلقوا مثلا نجم في العربيات، يعملوا عربية ويقول لك العربية دي جامدة. يخلقوا نجم في السياسة وهو تافه أصلا. يعني جون كينيدي أنا بقول لك رئيس تافه، أنا بحكي من مذكرات جون كينيدي نفسه. راجل كان فلاتي وهلاس، وكان بيصطاد الستات من الشوارع يملى بيهم البسين بتاع البيت الأبيض ويمنع أنه يتسجل أسمائهم عشان يتحاسب عليهم. وكان يدور في ممرات البيت الأبيض، مقر السكن، عريان ملط. بكلمك من مذكرات الناس اللي اشتغلت معاه. راجل تافه بس اتخلق نجم. حتى مراته اللي هي جاكلين، كانت واحدة زورها فلقت اتنين ستات حلوين كده، فيعني ستات بيكلموا بعض، قالت لها أم مين دول؟ قرايب ولا ايه؟ قالت لها لا، هذه فطائر زوجي. يعني دول الستات اللي جوزي بيتعامل معاهم، يعني فطائر زوجي. ده عقد جاكلين. وهي التانية خلقوا منها نجمة، راحت اتجوزت أوناسيس اليوناني لما كفرها وكان بيضربها كل علقة وعلقة. نجوم. القرن الأمريكي يخلق أي حاجة، حتى الماركة نجم وتبقى لابس براند أمريكاني وبتاع. الوجبات السريعة هي إيه؟ ده زبالة. أنت بتاكل زبالة فعلا وأنت مش حاسس بأي حاجة، بس عشان تبقى بتشرب كوكا كولا وبتاكل ماكدونالدز والحاجات بقت وجبة. يعني بيخلقوا صناعة نجم. القرن الأمريكي هوى بس يصنعوا أي حاجة يعملوا منها نجومية، شركة،
شخص، واحدة، عربية، أكلة، أي حاجة. وإحنا بنصدق، بيتباع علينا الكلام ده، جهاز مخابرات، جهاز أمني، كله في الهواء. على أي حال خلينا نطلع فاصل قصير ونروح لفرحة جمهور النادي الأهلي بعد الفاصل في ترند. امبارح النادي الأهلي المصري حقق رقم قياسي جديد وإنجاز عظيم يحسب لجمهوره وللعيبة بصراحة. أنا مش هتكلم على إدارة النادي. بعد ما حقق الأهلي البطولة رقم 12 في تاريخه من دوري أبطال إفريقيا بفوزه على نادي الترجي التونسي بهدف نظيف في قلب استاد القاهرة. والحقيقة الأهلي بالحركة دي حقق أكثر من إنجاز. بعد ما لعب النهائي الخامس على التوالي حقق فيهم أربع ألقاب، حصل على أربع بطولات من خمسة، غير أنه كسب البطولة دي برضو بدون أي هزيمة طوال تقريباً 22 ماتش. الصحف العالمية والمصرية اتكلمت عن الإنجازات دي ووصفت الأهلي بالزعيم الأوحد لإفريقيا. خلينا نشوف مكس الأخبار ده عشان برضو يعني الناس. الأهرام بتقول الأهلي زعيم القارة، يتسيد القارة في آخر أربع بطولات دوري أبطال القارة. اللي بعده البي بي سي نيوز، الأهلي المصري يتوج بلقب أبطال إفريقيا بعد تغلبه على الترجي التونسي. اللي بعده يا بي سي إن إن بالعربي، اللقب رقم 12، الأهلي يواصل هيمنته على لقب دوري أبطال إفريقيا. فرنسا 24، دوري أبطال إفريقيا الأهلي يفوز على ضيف الترجي ويحرز اللقب 12. الحقيقة الفيديو يعني الدنيا كانت فرحانة قوي في استاد القاهرة وسط حضور آلاف من مشجعي الأهلي زي الفيديو ده كده. الحقيقة أنا شخصياً حضرت الماتش أو حضرت جزء كبير من الماتش إلا ربع يعني، لكن اللقطة دي لفتت نظري قوي. أنه طبعاً احنا شفنا المهازل اللي حصلت في ماتش الزمالك، عصام الشوال طول الماتش كان هيجيله أزمة قلبية يعني. بعد انتهاء المباراة وانتهاء مراسم التتويج اللي خرجت بشكل عكس خالص اللي شفناه في ماتش الزمالك في الكونفدرالية، الأهلي بكده يكون حجز مكانه رسميا في أول نسخة جديدة لبطولة كأس العالم للأندية 25، وده اللي قاله الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه في منصة إكس. مبروك للأهلي، وكده إن يعني الأهلي حجز مكانه في كأس الانتر كونتيننتال الفيفا يعني. حقيقة ده اللي نزله، البطولة اللي جاية دي هتبقى أول بطولة بالشكل الجديد، أبطال العالم يتصارعوا مع بعض عشان يقابلوا في الآخر اللي هيطلع منهم يقابل الفريق الأوروبي تقريبا. خزائن النادي الأهلي الحقيقة هتستقبل برضو ملايين الدولارات من البطولة والإنجاز، زي ما قال المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي في تهنئة للنادي الأهلي اللي بيقول فيها: الثانية عشر بتوقيت الأهلي، خزائن النادي الأهلي لا تتوقف دائما عن استقبال الذهب، نادي تاريخي لا يكل ولا يمل من معانقة الذهب والبطولات والإنجازات، يا كاتب التاريخ انحني للمارد الأحمر الذي لا يتوقف عن كتابة المجد بأحرف من ذهب. ألف مبروك نادي الأهلي وجماهير العملاقة التتويج بلقب الأميرة السمراء وهيمنته البطولة الإفريقية ب 12 لقب وهارد لك للترجي غول إفريقيا، معوضين خير في القادم. بعد تحقيق اللقب والفرحة كده الأهلي يفرق عن أي نادي في إفريقيا دلوقتي سبع ألقاب. يعني النادي اللي بعد الأهلي الفرق بينه وبين الأهلي سبع ألقاب كبيرة، ودي البطولة رقم 154 في تاريخ الأهلي تقريبا. وده امبارح بيتكلموا على 13، وده فكرني بالبطولة 11 لما الأهلي فاز السنة اللي فاتت بالبطولة 11، في نفس اليوم قالوا له 12 يا أهلي، والناس قالت لهم كفاية بقى. النهاردة امبارح سمعت يلا بقى 13. بعد تحقيق الفوز واللقب الأهلي على موعد جديد في لقاء جديد مع غريمه التقليدي في القارة الزمالك على كأس السوبر، زي ما قال المعلق الرياضي السعودي وليد الفراج اللي قال أنه انتهت القصة، الكبير يحقق اللقب الإفريقي رقم 12 ويتجه إلى مواجهة مع الزمالك على كأس سوبر إفريقيا
ألف مبروك لكل عشاق النادي الأهلي في مصر والعالم العربي بهذا الانتصار. تستحق مصر الفرح، أليست الفانيلا الحمراء عشق أغلب شعبها؟ بطولة الأهلي مش كافية إنه يتم تغيير 12 اسم البطولة من دوري أبطال إفريقيا إلى دوري أبطال الأهلي. ده كان تعليق من معلق في قناة بين سبورت الجزائري حفيظ دراجي، اللي كتب على حسابه في منصة إكس بيقول أنه ألف مبروك لزعيم القارة السمراء تتويجه الثاني عشر بدوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي المحترم في نهائي كأس كان مفتوحاً على كل احتمالات انتهى بهدف لصفر. هو اللقب الرابع من نوعه للأهلي في آخر 5 سنين والرابع والعشرين في تاريخ الكيان في جميع المسابقات، فهل حان موعد تغيير تسمية البطولة إلى دوري أبطال الأهلي؟ لأنه البطولة دي هي 24 في تاريخ إفريقيا، الأهلي خد منها 12، من 24 مرة عقدت البطولة دي الأهلي بس خد منها 12. عشان كده الكابتن حفيظ دراجي بيقول نسميها بقى بطولة أبطال الأهلي. الفرحة بالفوز بالبطولة ما وقفتش على جماهير النادي في مصر، لكن عشاء المارد الأحمر في غزة رغم الحرب المستمرة عليهم من أكتر من 7 شهور احتفلوا بالفوز بالبطولة الـ12 زي ما هنشوف في الفيديو ده. لقطة أهالي غزة كانت اللقطة الأبرز، وهم في ظل الظروف دي وانقطاع الكهرباء المستمر بيتابعوا الأندية المصرية اللي بيحبوها بجد، وده اللي عبرت عنه صفحة الأهلي اليوم في التغريدة دي. مش عارف بصراحة نفرح بيهم ولا نزعل عليهم في ظل كل الظروف الصعبة دي والأضواء الخافتة والكهرباء اللي بتقطع. جمهور الأهلي في غزة يتابع المباراة لقطة اليوم وكل يوم. وعشان المصريين وأهالي فلسطين دم واحد، وإحنا حقيقة بنعتبر نفسنا شعب واحد، ما شفناش أي انفصال من جماهير الكرة في مصر عن قضية فلسطين اللي دايما حاضرة في المدرجات رغم المنع المشدد من نظام السيسي لأي شكل من أشكال التعاطف مع فلسطين، لكن الجماهير وقفت في الملعب وهتفت لفلسطين زي ما بنشوف كده لهتاف آلاف من جمهور الأهلي في الاستاد، مش صورة من التلفزيون، لأن اللي حصل في التلفزيون حاجة تانية. لقطة صغيرة بس نعيدها تاني، شوف ده تصوير موبايل اللي انت شفته ده كده. هيئة استاد القاهرة وصل بيهم الخوف والفزع من دعم فلسطين لدرجة ان هم حاولوا يمنعوا صوت الهتاف لفلسطين من المدرجات انه يوصل البيوت. عارف عملوا ايه؟ كتموا صوت الهتافات، وده اللي لاحظه الأستاذ عمار علي حسن وكتب البوست ده. سألت أحد أصدقائي أثناء مباراة الأهلي والترجي بالأمس هل أخفضتم صوت التلفزيون؟ ردوا لا، التخفيض من مصدر. طول المباراة تم تغييب صوت الجماهير. لنعرف في اليوم التالي أنه كان هتافات، هناك هتافات بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، وهو الممنوع أن يعلو في مدرج أي لعبة في مصر، لا صوت ولا إشارة ولا إيماءة تدل على التضامن مع الشعب الفلسطيني. يا للخسارة. ليس بالطبع عن كراهية فلسطين وتحيز إسرائيل، وإنما هو خوف من تحول الهتاف ليكون ضد السلطة، كما جرى في مظاهرات انطلقت بتدبير أهل الحكم في أول الحرب، وهو الحذر الشديد من أي صوت جماعي حتى لو كان في ملعب كرة قدم. ربما لو لم يكن هناك هتاف لفلسطين لتركت الهتافات الخارجة الممقوتة التي كان المخرج يذهب إليها بين الحين وآخر تعلو فوق أي صوت. فالمحرم الوحيد في مصر هو السياسة. لنا أن نضحك الآن حين نتذكر أن نظام يوليو 52 بدأ بأغنية صوت الجماهير التي كانت تقول كلمتها: صوت الجماهير هو اللي بيصحي الأجيال، هو انتفاض عزم الأبطال، هو اللي بيتكلم، هو اللي بيتحكم، هو البطل وراء كل نضال. أظن دي من ألحان عبد الوهاب: صوت الجماهير، صوت الجماهير، صوت الجماهير، هو اللي بيتكلم، هو اللي بيتحكم، أظن عبد الوهاب. والأغنية موجودة. اليوم ليس مطلوبا من الجماهير أن تصمت فقط، بل لا تفكر أصلا في توجيه السؤال عن الحال والمال، مع أن الشعب هو صاحب المال والشرعية والسيادة، ومع أن كل كبت في زمن الإنترنت والهواتف الذكية هو عبث وهراء. أستاذ عمار، تقول لي مين في البهايم اللي بتحكم البلد
ان بقى في موبايلات اللي منعوه في التلفزيون نقلوه على السوشيال ميديا. بس ما كانش التحدي للجعر ونظامه بس، ده كمان المقاطعه كانت من الجماهير لاي حد بيطبع مع الكيان الصهيوني. وده اللي حصل من الجماهير لما ادت لظهرها النمبر 1 اللي امبارح ما كانش ماينس 1، محمد رمضان، اللي اول ما بدا يغني قبل انطلاق المباراه بسبب تطبيعه مع فنانين اسرائيليين، الالاف في الملعب بدون اتفاق ادوا له ظهرهم ورفعوا شعار حنظله، الشعار الفلسطيني المعروف، رفعوه وادوا ظهرهم كلهم لمحمد رمضان في اول اختبار حقيقي لمحمد رمضان. نشوف الفيديو كده وهو عمال يهري تحت ونمبر 1 ونمبر 1 وفرقه ومزيكا شغاله، الجمهور اداله ظهره ورفعوا شعار حنظله. جمهور الاهلي او جمهور الرياضه في مصر، ادي الشعار اللي رفعوه له امبارح اهو، ادوا له ظهره ورفعوا له الشعار ده. جمهور الاهلي مش ناسي ان رمضان ظهر مع مطرب صهيوني. روسيا اليوم علقت على الموضوع ده وقالت الاتي: ماذا قالت المجلده الاسرائيليه عن صورتها محمد رمضان وما علاقتها به؟ الاخ الناس مش الكلام ده كان في 22، يعني من سنتين. هو ظهر مع مجلده وظهر مع مطرب في دبي صهيوني. جمهور الاهلي مش ناسي له القصه دي. ودي رساله للجماعه اللي بيعملوا شغالين مع الصهاينه او يعني بيطبعوا معاهم من تحت لتحت. ودي اللي وقعت بيومي فؤاد. ودي اللي هتوقع اي حد. اوعى تتحدى الجمهور. اوعى تتحداه. هزر، لخبط، لكن الجمهور ما بينساش. ليعلم اهلنا في غزه انهم في قلوب كل المصريين مهما حاول المفسدين والمطبعين اظهار شيء مخالف للحقيقه. ده اللي قاله الدكتور مراد علي. يعني قال الكلام اللي انا قلته ده من شويه، الحقيقه يعني. لقطه الجمهور الاهلي قالت كل اللي عاوزه يقوله الشعب المصري، وهو الرد المناسب على اي حد يفكر يقلل من المقاطعه او يطبع مع عدو. ده اللي قالته الناشطه احلام في حسابها في منصه اكس. قالت الاتي: محمد رمضان يغني ويتراقص على انغام او نغمات اغانيه الهابطه، وجماهير الاهلي تعطيه ظهرها رافعين ايديهم بعلامه الرفض، هاتفين بصوت واحد ارتجت له جدران الملاعب: بنروح بالدم نفديك يا فلسطين. لا يهمني الحدث التافه، ولكن يهمني انها لقطه قيل فيها ما يريد ان يقال فيها ما يريد ان يقوله هذا الشعب. اللي عمله الجمهور أثناء غناء محمد رمضان هو الرد الطبيعي على أي فنان يفكر يطبع أو يدعم منتجات المقاطعة. وده كان رأي المحامي محمد عبد العزيز اللي قاله في التغريدة دي. اللي عمله جمهور الأهلي عظيم مع المطبع محمد رمضان، وبيأكد أن الناس دي مش بتنسى أي فنان يطبع أو يدعم منتجات المقاطعة زي تامر حسني برضه، مش ناسين فلسطين. اللي عملته جماهير الاهلي في هتافها لفلسطين عملته جماهير الزمالك بعد ما فازت على بكاس الكونفدراليه، وده بيثبت لك ان الجعر ونظامه في حته والجماهير المصريه في حته تانية خالص. خلينا نشوف فيديو جمهور الزمالك العظيم قال ايه كده. وده رغم ومع الانتصار العظيم اللي حققه الاهلي، الجعر ما طبعا ما فوتش فرصه وعايز يركب الترند زي خد ابو بكر ويقول لهم مبروك، وكتب على حسابه بقى: والنبي شيلها الله يخليك، معلش شيلها، يعني بيركب، انت عايزه يركب في الوقت اللي الجعير بيركب فيه الموجة وبيهني الاهلي والزمالك، لسه الامن بتاعه بيعتقل كل يوم اي حد بيدعم فلسطين. اخرهم طالب جديد من طلاب دعم فلسطين زي ما جاء في مدى مصر: طلاب من اجل دعم فلسطين، تعلن حبس طالب ثالث الامن حقق معه في مكتب عميد الكلية. حضرات السادة، ده بيؤكد للجعر ولنظامه ولجهاز مخابراته ولإعلامه اللي شغال مع المخابرات: انتوا في حتة والشعب في حتة تانية. الشعب لسه فيه خير. دول شباب اللي كانوا امبارح بالآلاف موجودين في الاستاد، شباب صغير، يمكن اللي حضر فيهم أحداث سبتمبر يقول أنا فاكرها، صغيرين جدا. بس شوف فلسطين قضية بتتسلم من جيل لجيل،
قضية المحك الأساسي ما بينك تكون بني آدم أو أي حاجة تانية. قضية هتفضل في قلب الشعب المصري. لو جاء حاكم وطني موجودة، لو جاء حاكم خاين زي الجعير موجودة، هتفضل القضية دي موجودة. وفلوسكم اللي انتوا دفعتوها في المسلسلات والتلفزيونات وفي الإعلام عشان تغرقوا الشعب وتنسفوا القضية دي من دماغه راحت في داهية، راحت بلاش. كنتوا سكروا بيها أحسن. ما هو انتوا السكر عندكم إيه يعني؟ سكروا بالفلوس اللي دفعتوها دي عشان تغموا الشعب عن أهم قضية عنده. ستظل فلسطين قضية من سنة من العشرينات، من 100 سنة لحد دلوقتي، ومش هننساها. خلينا نطلع فاصل ونروح لفلسطين. وانا لحقت اخد نفسي من اسرى 7 اكتوبر لما يطلع انه في 7 اسرى جداد 7 اسرى من الجيش الاسرائيلي جداد. دي ضربه جامده للجيش الاسرائيلي، ضربه جامده، وده بالفعل اللي حصل في اسرائيل، ضربه للجيش الاسرائيلي. 7 اسرى جداد، ده اللي اعلنت عنه الفصائل الفلسطينيه، بانه تم خطف جنود في جباليا رغم نفي المتحدث باسم الجيش، زي ما بتقول صحيفه يدعوت حرنوت. حماس تدعي مسؤوليتها عن اختطاف جنود في جباليا، والمتحدث في الجيش الاسرائيلي ينفي ذلك. الضربه دي وللاول مره من احداث 7 اكتوبر يكون في اسرى جداد، خلت الاخبار كلها تتكلم عن اسرائيل بتفكر في الانسحاب من معبر رفح، رغم انها بتضرب من شويه ضربت واسقطت شهداء. هيئه البث العبريه بتقول استعداد اسرائيل لسحب الجيش من معبر رفح، ويمكن ده اللي خلاها تضرب من شويه ضرب قاسي جدا. مش بس كده، بنشوف المعارضه بتقول لهم عايزين صفقه دلوقتي، ولادنا بيموتوا في غزه. لبيد زعيم المعارضه الصهيوني بيقول الحكومه على الحكومه اغلاق قضيه صفقه الرهائن الان، اولادنا بيموتوا في قطاع غزه. ضربة الأسرة دي بتيجي بعد ضربات كمان جوه إسرائيل من أهالي الأسرة ومعارضين للحرب. امبارح بالليل عملوا تظاهرات وسط تل أبيب، والشرطة الإسرائيلية اعتدت عليهم. أنا آسف، هم مش 7، هو أسرة، لكن العدد حماس لم تعلن عنه، يعني ممكن يكونوا أكتر، ممكن يكونوا أقل. ده غير كمان بنشوف متظاهرين من طائفة الحرديم اليهودية بيقطعوا الطريق رفضا لقانون التجنيد الإسرائيلي. الضربات اللي بتصيب إسرائيل عسكريا وداخليا بيكملها ضربات سياسية في الخارج، ونشوف إزاي برلماني إيطالي سابق خرج في مغامرة غريبة على شرفة مجلس النواب الإيطالي. ده بالتزامن مع التقرير عملية نيويورك تايمز عن عزول إسرائيل أو عزل إسرائيل بسبب حكم العدل الدولية. زي ما قالت نيويورك تايمز، العدل الدولية تعمق عزلة إسرائيل المتزايدة. وعشان نلخص لحضراتكم احتراما منا ليكم، ازاي اسرائيل بتتحاصر وتنضرب بقوه سياسيا وعسكريا، خلينا رصدنا لكم، عملنا لكم جراف كده فيه الملخص ده. عسكريا لاول مره منذ بدء الحرب القسام تعلن عن يعني اسر جنود اسرائيليين بغزه، مش اسفر. الاوساط العبريه تعتبر اعلان اسر جنود جدد قنبله موقوته. رشاقات تصل تل أبيب من شمال غزة التي زعمت تدمير بنية المقاومة بها. زيادة عدد الإصابات والقتلى بين الجنود الإسرائيليين في عمليات رفح. ده عسكرياً، داخلياً مسيرات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وعودة جميع الرهائن. اللجوء للعنف والاعتقالات لفض مسيرات وقف إطلاق النار في قلب تل أبيب. المعارضة الإسرائيلية تطالب بوقف فوري للحرب واللجوء لصفقة تبادل الأسرى. الإعلان عن تمرد داخل الجيش ونشر قوائم اغتيال مفبركة بأسماء المقاومة، وشفنا منها محمد شبانة. بس خليني معلش أخش لك في داخلياً، دي في حتة تانية بننساها كلنا، حتى زمايلي يمكن يعني عدت عليهم يعني. بس أنا اكتشفتها امبارح في الجرائد الأجنبية، خاصة نيويورك تايمز. أنا شفت امبارح تقرير في نيويورك تايمز بيتكلم على ازاي انه في ناس في اسرائيل في الارض المحتله احنا ما بنتكلمش عنهم خالص. الناس دي هي المستوطنين، غلاف غزه، والناس اللي ساكنه عند حزب الله قريب من الحدود اللبنانيه.
الناس دي انا شفت لها تقرير امبارح في النيويورك تايمز بتعاني الامرين. شفت التقرير ازاي ان المستوطنين دول عايشين بالسلاح، يعني يروحوا ياكلوا بالسلاح وعايشين في رعب. وبيقولوا النيويورك تايمز ان دي ما عادتش حياه، يعني احنا مش عارفين يعني ايه حياه. واستضافوا واحد كده اسرائيلي صهيوني يعني عايش على المستوطنه دي وما بينامش غير والسلاح تحت المخده، وبيوصفوا ازاي ان هم عايشين في رعب من اللي حاصل عند الحدود بتاع لبنان جنوب لبنان او من غلاف غزه من بعد 7 اكتوبر. الناس دي مش شايفه هنا على الاطلاق. ده داخليا. نرجع تاني للجراف بعد اذنك، انت شلته ليه مش عارف. ايوه. خارجيا بقى، العدل الدوليه تامر اسرائيل بوقف عمليات العسكريه في رفح فورا. الجنائيه الدوليه تصنف نتنياهو وزير الدفاع الاسرائيلي بمجرم حرب. هي مش مصنفتهم للامانه يعني، برضو ده مش سياق مظبوط. هي طلبتهم للتحقيق او للمساءله يعني. استمرار التظاهرات المناهضه لاسرائيل والتاكيد على وقف اطلاق النار. زياده التضامن الاوروبي الحكومي مع اعلام فلسطين. اعتراف دول اوروبيه ولاتينيه بفلسطين وعزم بعضها فتح سفاره في رام الله. وده اللي قالته وزيرة الخارجية الأسبانية لما طلعت قالت إنه يوم 28 تقريبا هيفتتح الرسمي الإعلان الرسمي بقى. حملة الدعم الأوروبي المتزايدة لفلسطين كتبت عنها أو كتب عنها أنا آسف الكاتب الصهيوني توماس فريدمان، بيكتب هو في نيويورك تايمز، وصف بأنها بترسل رسالة تحذير إلى إسرائيل. على فكرة توماس فريدمان صهيوني. ادي نيويورك تايمز. اوروبا الغربيه بدات بارسال تحذير حيوي لاسرائيل. توماس فريدمان كاتب مقال، طبعا هو راجل صهيوني واخد جايزه من اسرائيل بالمناسبه، لكن كاتب مقال فيه خدنا منه الجزء ده منه كده. بيقول ايه في المقال ده، في الجزء ده بيقول اذا لم يحدث ان اسرائيل توافق يعني على قصه الدولتين والحاجات دي، يعني اذا لم يحدث ذلك فان اسرائيل تتجه نحو عالم من الاذى. قال لي جريك شارني وهو مستطلع رأي يعني الذي كان عضوا في فريق استطلاعات الرأي في نيلسون مانديلا في التسعينات، أن تلك الاعترافات الدولية أو بدعم دولة فلسطين هي قشة ضخمة في مهب الريح ستنمو إلى إعصار إذا لم تغير إسرائيل مسارها. وأوضح تشارني أن عزلة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بدأت بحظر طوعي الأسلحة في الستينات، تحول بعد انتفاضة سويتو في السبعينات إلى حظر رسمي على الأسلحة من الأمم المتحدة، ثم برضو زمايلي ما كملوش، ثم أيوه هو كمل، والذي نما ليصبح قضية شعبية في الجامعات وفي مجالس الإدارة في أوائل الثمانينات، والذي نما إلى حظر اقتصادي وعسكري أوسع للسفر في منتصف الثمانينات، حتى ظهر أخيرا زعيمان عظيمان هما نيلسون مانديلا ودبليو دي كليرك لإنهاء الفصل العنصري. قال لكنها كانت رحلة مؤلمة للغاية. مع التقزم في دعم إسرائيل والضربة العسكرية الأخيرة بأسر جنود جداد في غزة، في كتير من الأسئلة، إيه اللي بيحصل؟ ستشكل عملية أسر جنود جديدة تغيير في استراتيجية الحرب؟ وإيه خطورة التحركات الداخلية على نتنياهو؟ وهل هتؤدي الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين إلى تحقيق سلام نعم أم لا زي ما بيقول توماس فريدمان؟ قبل ما استقبل ضيوفي خليني اقول لكم العواجل. اسرائيل بتضرب بغباوه في رفح. مراسل الجزيره طواقم الاسعاف لم تتمكن من نقل عدد من الجثث المتفحمه اثر القصف الاسرائيلي شمال غربي رفح. الدفاع المدني بغزه نقلنا 50 شخص بين الشهداء وجرحى جراء القصف الاسرائيلي مخيم النازحين شمال ده دلوقتي عاجل يعني. المكتب الاعلامي الحكومي بغزه 190 شهيدا او وجريحا خلال 24 ساعة بقصف إسرائيل استهدف مراكز الإيواء في قطاع غزة. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، جيش الاحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأنروا لمنظمة غوث اللاجئين. مناطق ومراكز النزوح المستهدفة هي مناطق اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي آمنة. رسالة الاحتلال من استهداف مراكز نزوح هي إن المحرقة ضد الفلسطينيين مستمرة. نحث محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. احنا محتاجين نفهم المشهد بالكامل. معايا الأستاذ فراس أبو هلال، رئيس تحرير صحيفة أو موقع عربي 21 إلكتروني. أستاذ فراس أهلا بحضرتك. أهلا بك سيدي، أهلا وسهلا.
معي ايضا الاستاذ سامر عنتباوي الخبير في الشؤون الاسريه. استاذ سامر اهلا بك. اهلا بكم، تحياتي لك يا محمد. استاذ فراس بعد اذنك نبدا بالاستاذ سامر لان احنا عرفناه في الاخر. استاذ فراس، استاذ سامر، كيف استقبل الشارع الاسرائيلي ما اعلنته كتائب القسام عن اسر جنود ومصابين واحياء وجثث لهم في عمليه جبل؟ بعد التحية لك ولضيفك الكريم ولمن يشاهدنا عزيزي محمد. الحقيقة أنه كان بالأمس الكل الإسرائيلي والكل الفلسطيني وبدأ كل العالم يترقب معي الكلمة المفاجئة وارتدادات المضمون المختلف لأبو عبيدة، والتوقعات يعني ذهبت باتجاهات مختلفة. من ضمن هذه التوقعات كان الأسر، أن هناك أسر جديد لدى المقاومة. هذا الموضوع بالنسبة للداخل الإسرائيلي عنا الكثير الكثير. لماذا؟ المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية رفعت شعارين أساسيين أو ثلاث شعارات بالأحرى. الشعار الأول القضاء على المقاومة، والشعار الثاني جعل السيطرة على قطاع غزة وعدم جعلها منطقة تشكل خطر على دول الاحتلال، والشعار الثالث أو الهدف الثالث هو إطلاق سراح الأسرى. في طيرة نحو 8 أشهر من العدوان والضرب والقتل والاستهداف الذي أودى بحياة أيضا جزء من الأسرى لدى المقاومة، بدل أن تقوم النخبة الإسرائيلية بعملية إطلاق سراح لهؤلاء الأسرى لدى المقاومة، أعطت المزيد من الأسرى. هذه النخبة بأسلحة النخبة بأخوات النخبة. طبعا هذا بالنسبة للداخل الإسرائيلي أمر موجع جدا، موجع من ناحية أن الجيش الإسرائيلي يتلقى ضربات واحدة الأخرى، أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع تحقيق أي من الأهداف، أن القيادة السياسية تتخبط، الخلافات تعم في الداخل الإسرائيلي، العالم أصبح يكره دولة الاحتلال. كل العوامل التي ذكرتوها في تقريركم بدأت تكبر وتظهر بشكل جلي للداخل الإسرائيلي. لذلك تقبل هذا الموضوع طبعا صدقوا، ولم يصدقوها قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، لأنه أصلا بناحية بروتوكولية ومنطقية وسياسية أيضا أن يخرج الناطق الإسرائيلي بعد دقيقة من إعلان أبو عبيدة هذا الإعلان لينفي هذا، لا يعتبر أصلا يعني في المنطق، في المنطق العقلي ان هذا النفي، لانه حتى ان كان هناك فعلا قد يكون لا يمتلك هذه المعلومه. وبالتالي الداخل الاسرائيلي يصدق المقاومه اكثر مما يصدق الجيش الاسرائيلي، ولذلك هذه كانت ضربه يعني مختلفه عن ضربات كثيره ومؤشر خطير ونقله نوعيه مختلفه عما يسبقه. اذا كان سمحت لي في تلخيص صغير قريب مما تفضلتم به مقدمتكم، أنا دائما في كل لقاءاتي أعرف المرحلة التي نعيشها الآن بمعادلة بثلاث عوامل الأساسية. العامل الأول هو التراجع الصهيوني بكل المجالات، الضعف، عدم القوة، عدم التأثير، عدم نضوج المواقف السياسية، الخلافات بين الجيش والقيادة السياسية، الخلافات داخل القيادة السياسية نفسها، المظاهرات التي تعم دولة الاحتلال، عدم القدرة على تنفيذ أي شيء، الضربات التي تلقاها من المقاومة. كل هذه المعادلات في جانب واحد هي العامل الأول في المعادلة التي نتحدث عنها. العامل الثاني هو صمود وبسالة وقوة المقاومة التي فعلا استطاعت أن تكبر الاحتلال الإسرائيلي الخسائر وترهقه بالخسائر. ليس ذلك فقط، يعني نتنياهو ادعى أنه سيدخل إلى رفح لأن هناك 4 وحدات أو وحدتين للمقاومة يريد القضاء عليهم، للقضاء على كل المقاومة، لأنهم قال أنا قمت بالقضاء على المقاومة في الشمال والوسط. لنستنتج أنا في جباليا وفي دير البلح وفي الشمال، واليوم خرجت الصواريخ إلى تل أبيب، أن المقاومة ثبتت وصمدت واستطاعت أن تكبد الاحتلال خسائر كبيرة، ترهقه بشكل كبير وترهق جيشه وتكذب قادة السياسيين. العامل الثالث هو العامل الدولي. العامل الدولي بدءا بالمظاهرات والاعتصامات في الولايات المتحدة، مرورا بقرار الجنايات الدولية باستجلاب نتنياهو وجالنت بمذكرات توقيف،
مرورا أيضا بمحكمة الحدود الدولية التي أمرت بوقف العدوان على رفح، أيضا مرورا بالاعترافات الدولية ومن الاتحاد من الأوروبيين بالدولة الفلسطينية والتغير المزاج العالمي بشكل كامل تجاه دولة الاحتلال وبدء عزل السياسة الأمريكية الإسرائيلية تماما كما حصل في جنوب أفريقيا في نظام الفصل العنصري. بالتالي هذه المعادلة إذا جمعناها مع بعض نصل لنتيجة أن دولة الاحتلال تخسر أمنيا، تخسر سياسيا، تخسر أخلاقيا، تخسر بكل المعايير تخسر، والمقاومة الفلسطينية تكتسب الرؤية العالمية، تكتسب تبني الرواية الفلسطينية ورفض الرواية الإسرائيلية بالكامل. إذن ما الذي حققه نتنياهو وزمرته الذي يحاول أن يحمي هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، يحاول أن يحمي المشروع الصهيوني ويحاول أن يحمي ابنه الشخصي أو المستقبلي؟ في كل ذلك فشل، وفشل يتلو فشل في المعادلة في نتيجة هذه المعادلة. نعم. طيب أستاذ فراس، العواجل الأخيرة بتقول أنه جيش الاحتلال قصف 10 مراكز نزوح تابعة للإنروا، مناطق ومراكز النزوح المستهدفة هي مناطق اعتبرها الاحتلال كان بيعتبرها آمنة وقصفها. رسالة الاحتلال من استهداف مراكز النزوح هي أن المحرقة ضد فلسطين مستمرة، وبيحث المحكمة الدولية على يعني ملاحقة مجرم الحرب. في علم المعارك أستاذ فراس وحضرتك أدرى مني والأستاذ سامر أكيد يعني بأن في معركة دائما بيعملها الخاسر وهي بيسموها المعركة الأخيرة أو الهجوم الحاسم، وبتكون شديدة التركيز وتتسم بالغباء الشديد، وأنا مش لاقي لها مصطلح تاني حضرتك أدرى بقى بالمصطلحات دي، لكن شفناها في حروب كتير أن الخاسر بيعمل معركة نهائية بيسموها المعركة أو هو بيسميها المعركة الحاسمة. إلى أي مدى يعتبر هجوم إسرائيل الآن على غزة أو منذ قليل هو المعركة الحاسمة أو الهجوم الأخير أو اللحظات الأخيرة، أم أنها رسالة إلى المنظمات الدولية زي محكمة العدل بأن أوراقكم أو أحكامكم لن تمسني ولا تعني لي شيء؟ أنا أعتقد بأن الجريمة الأخيرة التي ارتكبت قبل قليل في رفح تحمل رسائل متعددة. الرسالة الأولى إلى الداخل الصهيوني للقول بأن ما نشرته المقاومة أمس لا يعني بأن الجيش الإسرائيلي سينهي عمليته الإجرامية في قطاع غزة عموما وفي رفح خصوصا. ثانيا، هي رسالة للمعارضة الإسرائيلية التي تزايدت أصواتها التي تطالب بوقف عملية رفح. أيضا هناك أصوات أكاديمية وصحفية تتزايد منذ الأسابيع القليلة القادمة وخصوصا في الأيام الأخيرة التي تدعو إلى إنقاذ إسرائيل من ما أسمته مستنقع رفح، وأيضا دعوات لابيد لوقف الحرب والتوقيع على صفقة التبادل. أعتقد بأن هذه رسالة أيضا للمعارضة الإسرائيلية وللأصوات بشكل عام لاستمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة ورفح تحديدا. ثالثا، هي رسالة للأمم المتحدة ممثلة بمحكمة العدل الدولية التي هي الجهاز القضائي الدولي التابع للأمم المتحدة، لتقول لها وأيضا للجنائية الدولية ولرئيسها كريم خان بأن دولة الاحتلال هي دولة تعتبر نفسها فوق القانون وأنها غير معنية بوقف العدوان ووقف جرائم الحرب. إضافة لذلك، طبيعة الضربة القوية التي وجهت اليوم إلى المدنيين فيها ملمحان. الملمح الأول الذي تفضلت به هو أن كما يقال بالعامية الفلسطينية ضربة مجفي، يعني اللي هو يعلم بأنه سيذهب من المكان الذي هو فيه فيضرب ضربته الأخيرة. هذه الضربة أيضا لها بعد آخر وهو بعد انتقامي جبان يشبه كل أو معظم ما قامت به دولة الاحتلال خلال هذه الحرب العدوانية، وهو الانتقام البدائي. هذه العصابة تتصرف كما يليق بها كعصابة وليست كدولة أو كجيش يريد تحقيق أهدافا عسكرية وسياسية، وإنما تمارس الانتقام على طريقة العصابات. ولذلك رأينا دائما
كلما أعلنت المقاومة الفلسطينية أو أحد أركانها عن عمليات ما موجعة في صفوف جيش الاحتلال، جاء الانتقام بعد ساعات أو بعد لحظات أو خلال اليوم التالي من المدنيين الفلسطينيين. هذا حدث عشرات المرات خلال هذه الحرب، وأصبحنا نعلم بأن بعد أي بيان مهم للمقاومة الفلسطينية فيه عملية مختلفة نوعا ما، نعلم بأن هناك جريمة كبيرة ستحدث في صفوف المدنيين. وأنا أعتقد بأن هذه العملية هي رد انتقامي بدائي يليق بالعصابة التي تحكم هذه المستعمرة في فلسطين للرد على ما قامت. طب أستاذ فراس، يعني هي حضرتك قلت أنها بتحمل مجموعة رسائل وذكرت الرسائل لمين، ولكن أنت حضرتك قلت اتفقت برضو أنه ربما تكون الهجوم الحاسم أو الهجوم الأخير، ولكن حضرتك برضو قلت أنه هي رد على أسر أو على خبر أسر. خليني أمشي مع حضرتك في الخط بتاع أنه الهجوم الأخير كما تقول الاستراتيجية العسكرية. في الهجوم الأخير دايما يقولوا العساكر أنه الهجوم الأخير بيكون الهدف منه هو غبي، ولكن بيكون الهدف منه هو الضغط على العدو. فإذا اعتبرنا أن ده الهجوم الأخير، طبعا أنا متفق مع حضرتك أنها فيها رسائل، ومتفق مع حضرتك أنها ربما تكون انتقام من العملية الأخيرة من أسر الجنود، لكن إذا مشينا مع أنها الضربة الأخيرة أو الهجوم الحاسم كما تسميه العسكرية، بيكون هدفه الضغط على الخصم أو العدو، وبيكون الفكرة فيه استخدام التكتيكات المتقدمة والتكنولوجيا المتقدمة، ولكن هنا لا يوجد استخدام للتكتيكات المتقدمة، ده احنا بيضرب بغباوة مناطق أو اعتبرها آمنة، إضافة إلى أنه ما الهدف من الضغط هنا على الخصم؟ احنا بنقول الخصم اللي هو على فلسطين، يعني علينا احنا، يعني ما الهدف؟ الهدف الرئيسي هو الضغط على المفاوض الفلسطيني من خلال الإيلام في صفوف المدنيين. هذه سياسة متبعة في كل الحروب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ولكن أو حتى ضد الثورة الفلسطينية حتى في عام 1982 وغيرها من الحروب التي خاضتها دولة الاحتلال مع المقاومة الفلسطينية منذ انطلاق الثورة عام 1965. هي تريد أن تضغط على المفاوض من خلال إيلام المدنيين. نحن نعلم بأن المفاوض الفلسطيني هو ليس أجنبيا، هو ليس قاطع طريق، هو ابن هذه الأمة، ابن هذا الشعب، وبالتالي يؤلمه ما يحصل من ضحايا بسبب العدوان الإسرائيلي. دولة الاحتلال تريد التأثير على المفاوض الفلسطيني لتدفعه للقبول بما رفض القبول به في الجولات السابقة، خصوصا أننا على أعتاب جولة قريبة من المفاوضات كما نشر في وسائل الإعلام بعد اجتماع في باريس بهذا الخصوص. وبالتالي ما يراد هو الضغط بالدم على المفاوض الفلسطيني. الأمر الآخر أنا أعتقد أنه بالغ الأهمية، وهو أن جيش الاحتلال ومجلس الحرب ككل، وبالتالي وليس فقط نتنياهو، لأن هناك أحيانا يتم الحديث فقط عن نتنياهو وكأنه هو المجنون الوحيد في دولة الاحتلال، والحقيقة أن مجلس الحرب جميعه يتفق على ضرورة إكمال العملية في رفح. أهمية هذا الأمر بالنسبة لهم هو أن يقولوا للجمهور في دولة الاحتلال بأن النصر اكتمل. هم يقولون الآن، يروجون بأنهم ضربوا 20 كتيبة أظن أو 19 كتيبة من كتائب حركة حماس، وأن هناك 4 كتائب بقيت في رفح. فإذا اعتمدوا بأن ما تم هو قضاء على 19 كتيبة، فهذا يعني بأن القضاء على 4 الكتائب الأربعة المتبقية حسب قولهم هو الذي يمثل النصر. لذلك أنا أعتقد بأن عملية رفح ستستمر ربما لأسابيع 2 أو 3 يعني مش هجوم حاسم يا أستاذ فراس، يعني مش ليس الهجوم الحاسم. أنا أعتقد بأنه لا يعني الأستاذ سامر متابع للشأن الإسرائيلي أكثر مني، ولكن أنا أعتقد بأن مجلس الحرب في قرارته نفسه وفي كل أركانه يعلم بأنه لا يوجد ضربة حاسمة بعد ما حصل خلال هذه الأشهر 8 أو أكثر من الجرائم ومن القتل ومن التدمير. لا يوجد ضربة حاسمة. ما هم الضربة الحاسمة بيسموها ضربة حاسمة اللي هي قبل الانسحاب العسكري، يعني قبل الفشل.
أنا فهمت الطرح الذي تفضلت فيه وأتفق مع التوصيف، ولكن أنا أقول بأن الحسم بمعنى إنهاء ظاهرة المقاومة، إنهاء حركة. لا لا لا، هو لا يقصد كده، هو يقصد الحسم بمعنى إنها الضربة قبل الانسحاب. الطرف الخاسر بيعمل ضربة غبية قوية جدا، الهدف منها الضغط على الخصم قبل أن ينسحب. لا، مش حاسمة لل نعم نعم نعم، فهمتك وفهمت التوصيف هذا. أنا ما أقوله بأن هذه الضربة هي ليست الضربة الأخيرة. أوكي. أنا أعتقد يعني تحليلي بأن هناك أمامنا أيام أو أسبوعين إلى ثلاثة. طبعاً التحليل في ظروف ما مثل هذه الظروف هو مغامرة صعبة، ولكن أنا أعتقد بأن أمامنا أسبوعان أو ثلاثة من الجرائم الإسرائيلية ورد المقاومة أيضاً في نفس الوقت، حتى تستطيع دولة الاحتلال أو يستطيع مجلس الحرب أن يقول نحن فككنا كتائب حماس جميعها، نحن قضينا على فصائل المقاومة، والآن يجب أن نفكر باليوم التالي وأن نبحث في صفقة تبادل. يعني ما هو ده أستاذ فراس، في عرف المعارك دي، هذه المعارك لا تنتهي بخاسر أو فائز، بتنتهي دائما بما يسمى في السينما فيد أوت. يعني هو لازم تلاشي، يعني اتفاق في النهاية. يعني في حالات نادرة في التاريخ ربما أنهت الحرب طرفا بشكل كامل. يعني أنا أذكر من متابعة يعني السنوات التي بدأت أعي فيها وأقرأ فيها الصحف، أن هناك حالة واحدة هي في حصلت في إقليم التاميل في سريلانكا، عندما تم القضاء تماما على المتمردين أو الثوار أو سميهم ما شئت. لكن لا، ما فيش التاريخ لا يذكر أنه في معركة خضي فيها على المقاومة فعلا. نعم. أنا هروح للأستاذ سامر بعد إذنك. أستاذ سامر، أول امبارح كان في مقال لتوماس فريدمان الصهيوني على نيويورك تايمز، وهو استعان في هذا المقال بأصدقاء لي صهاينة مسؤولين أو غير مسؤولين، وكان يتحدث على أنه على نقط مهمة. أنا بس هاخد منها نقطة دلوقتي، أن الصدمات اللي بين أوروبا الغربية وإسرائيل والاعترافات دي ستدفع هو يرى كده يعني ستدفع بقارة المعارضة الإسرائيلية إلى الاعتراف بفلسطين والمضي قدما في مقترح حل الدولتين. كيف ترى وجاهة هذا الطرح من كاتب معروف بميول الصهيونية؟ لا شك توماس فريدمان بتاريخه المعروف ويقدم نصائح للحركة الصهيونية، وهو فعلا في لب المعتقد الصهيوني، وكل كتاباته تندرج في هذا الإطار، هذا مشاهد منذ سنوات طويلة. عندما يتحدث الآن بهذه اللهجة ويقول أن المجتمع الأوروبي والأوروبية أوروبا الغربية الآن تتجه للاعتراف بالدولة الفلسطينية كما حصل في موضوع جنوب أفريقيا وعزل، أنا أعتقد أن الأمر فعلا يشكل هذا الخطر بشكل كبير. ولكن لنعود قليلا للقلب حتى نعرف هذا الموضوع. يعني حضرتك أستاذ محمد سألت ضيفك الكريم، وفعلا بالعامية الفلسطينية كنت سأقولها بابتسامة ضربة مأفي، اللي يضرب ويغادر، من يعطيك قفاه ويغادر عندما بعد ما يضرب. لكن أنا ما أشاهده الآن في الحركة الصهيونية في الامتداد، وأتفق مع الأخ فراس في موضوع أن مجلس الحرب كله متماسك في عملية الدخول إلى رفح والاستمرار في الحرب، وبل الاستمرار في كل الحرب على قطاع غزة رغم كل السلبيات التي تواجه المجتمع. طبعا في ظل هذا كله الارتدادات العالمية من الاعترافات من الأوروبيين من كذا، لا يعني لا أقول لا تعنيهم، ولكن لا يأخذوها مأخذ الجد في عملية المواجهة، سوى اتهام الآخرين باللاسامية واتهام الآخرين بأنهم يكرهون إسرائيل، واتهامات جزافا بدأت باتهام كريم خان ثم المحكمة العدل الدولية، الآن يتهم الأوروبيين في هذا الاتهام. ولكن التسلسل هو يمشي بهذا النشاط. رأينا في بداية الأحداث أن أوروبا كانت في العباءة الأمريكية والعباءة الإسرائيلية بالكامل ومتبنية كامل للرواية والسردية الإسرائيلية، ثم الآن تحولت بضغط شعوبها باعتبارها تقول أنها تدافع عن الحريات والديمقراطية في العالم وحقوق الإنسان
لا تستطيع الدفاع عن كيان يقوم بقتل نحو 40,000 إنسان ويبيد ويمنع الأدوية وكل ذلك، يتجه إلى المواجهة. فاتجه بالمرحلة الأولى للقول نعترف بالدولة الفلسطينية ومن حق الشعب الفلسطيني أن يكون دولته. هذا تغير على المستوى العالمي يؤثر والأوروبي يؤثر كثيرا على الداخل الإسرائيلي، ولكن نتنياهو مرة أخرى وزمرته المتطرفة، اليمين المتطرف، الجنوح اليميني المتطرف في دولة الاحتلال، لا يرى الآن إلا عقدة الانتقام والقتل وإنهاء الشعب الفلسطيني. يعني كل ما تلقى ضربات أقوى، كل ما شعر بأن نهايته اقتربت، وبالتالي كل ما ذهب بالهروب إلى الأمام وتصعيد أكبر باتجاه ضرب رفح وضرب المدنيين وضرب كل ذلك في, في, في نفس الإطار. بالمناسبة عندما تراجع الداخل الإسرائيلي وتتحدث عن هذه الإخفاقات، تقول أن مخيم جنين بنصف كيلومتر مربع لم تستطيع القضاء على عشرات من المقاومين في مخيم جنين، رغم الدخول اليومي والجرف والقتل وضرب المدنيين والقاعدة الشعبية وكل شيء. فكيف سيكون القضاء على مقاومة بهذا الحجم وبهذه القوة في قطاع غزة؟ هذه المنطق، هذا المنطق لا يمكن أن يفهموه، لا يريد أن يفهموه، لا يريد أن يصدقوه. طيب خليني أروح عشان وقتي بس عدى مني. أستاذ فراس أرجع تاني المقال، وخلي أستاذ سامر معنا لأنه واضح أنه حضراتكم اطلعتوا على المقال. في المقال ده بيسأل على ما أتذكر توماس فريدمان، بيقول هل اعتراف الدول الأوروبية بإسرائيل هل سيصنع سلام حقيقي؟ وهو بيجاوب على السؤال ده وبيقول نعم ولا. وهو المقال كده على ما أتذكره، يمكن لو زمايلي جابوا لي المقال أنا قريته بالعربي يعني ما أعرفش يعني، لكن هو قال كده هل سيصنع هذا الاعتراف سلام حقيقي بين الدولتين دول؟ ولفت نظرنا إلى أنه الأوروبيين ما بيقولوش إيه حدود الدولة دي، ما هي حدود الدولة الفلسطينية اللي اعترفوا بيها اللي هي 67 والقدس الشرقية ولا إيه حدودها إيه؟ وبيقول هل سيصنع سلام؟ نعم ولا في نفس الوقت. ما هو تعليقك على هذا السؤال؟ لأن السؤال ده أنا برضو سألته لنفسي بعد كلام حضراتكم، في ظل وجود هذه الحكومة المتطرفة وفي ظل إجماع من كل السياسة الإسرائيلية على عدم وجود دولة فلسطينية، وفي ظل حرص على القضاء التام على المقاومة الفلسطينية، هل اعتراف أوروبا بفلسطين سيصنع سلام حقيقي يا أستاذ فراس؟ أنا أعتقد بأن كل ما يجري الآن سواء الاعتراف الأوروبي أو بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطينية، المظاهرات العالمة في كل أنحاء العالم وخصوصا في الدول الغربية، وأيضا ما قرار محكمة الدولة العدل الدولية ومحكمة الجنايات، كل هذه الأمور وأيضا نقاط أخرى شبيهة كلها عبارة عن إنجازات في طريق طويل متراكم. يعني بمعنى لن تنجز هذه الإنجازات، ويعني ولا يجب أن نكون واهمين بأنها ستحقق نهاية للمشروع الصهيوني اليوم أو غدا أو بعد غد. هي عبارة عن إنجازات هائلة ضرورية وكبيرة وغير مسبوقة. من لا يدرك ذلك هو لا يدرك حقيقة ما يجري خصوصا في الغرب وفي المحاكم الدولية. ولكن هذه الإنجازات الكبيرة هي غير كافية لإسقاط المشروع الصهيوني ولتحرير فلسطين أو حتى لتأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة، لها حدود ولها اعتراف دولي وقادرة على الاستقلال عن الدولة الاحتلال الإسرائيلي. لكن يجب أن ندرك أيضا نقطة أخرى، بأن هذا الطريق التراكمي الطويل لا أحد يستطيع أن يدرك طوله. يعني ربما يكون سنتين، ربما سنوات، ربما 10 سنوات. أذكر هنا مثلا تجربة تحدثت عنها الصحف الغربية كثيرا، وهي المظاهرات في الجامعات التي بدأت في جامعة كولومبيا، أو يعني حجمها الكبير بدأ في جامعة كولومبيا الأمريكية. بدأت مظاهرات شبيهة مثلها في عام 1969 ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وأخذت عقود، ربما عقدين على الأقل، حتى أصبحت هذه الحركة التي كانت نواتها الأولى أو إحدى نويتها الأولى أصبحت حركة عالمية، أدت في نهاية الأمر إلى أن أصبح نظام الفصل العنصري هو عبء على الدول الغربية وبالتالي تخلت عنه. حتى الربق الأخير كانت دول
الغرب بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية الكبرى مؤيدة لنظام الفصل العنصري حتى الرمق الأخير، ولكنه فجأة انهار. نحن نراه أنه انهار فجأة، ولكن على طريق هذا الانهيار كانت هناك خطوات تراكمية كبيرة دفع ثمنها دم ودموع وسجون ومظاهرات واعتقالات وكل أنواع التضحيات. هذا ما يحدث الآن في فلسطين، لم يبدأ اليوم ولكنه ازداد بشكل كبير. إذا استطعنا أن نؤرخ لذلك، منذ الحرب الأولى العدوانية في عام 2008 و2009 وبدأ يتراكم ويتصاعد، وصل ذروة كبيرة في عام 2021، وها هو اليوم يصل إلى ذروة غير مسبوقة. أيوة، بس يعني ممكن يصل يا أستاذ فراس إلى النتيجة، ممكن يصل إلى إقامة دولتين. أنا أعتقد أنه اليوم الوضع غير مؤهل للمسؤول. مش اليوم يعني بعد المشوار الطويل ممكن نصل إلى نتيجة. بعد مشوار طويل هذه النضالات يجب أن تصل إلى مداها، ولكن لا أحد يستطيع أن يحدد متى سيحصل. مش هنحدد متى، لكن يوما ما سنصل إلى حل الدولتين. يوما ما سنصل إلى حل ينهي المشروع الصهيوني كما نعرفه الآن. كيف سينتهي لا نعرف، ولكن أنا أعتقد بأنه كل يوما ما سينتهي المشروع الصهيوني. نعم، ولكن ليس حل الدولتين. نعم، لا ندري ما هو الحل، ربما يكون دولة واحدة لكل من فيها، ربما يكون حل. طيب يبقى حضرتك باللي قلته ده يا أستاذ فراس، خلينا نروح لأستاذ سامر لأن الوقت قلص معايا، ولو أن النقاش معك أستاذ فراس رائع مع أستاذ سامر. أستاذ سامر، إذا خدنا كلام الأستاذ فراس، وأنا بحترم كلام الأستاذ فراس جدا، فنحن أمام حالة مختلفة عن جنوب إفريقيا. جنوب إفريقيا لم يكن هناك طرف يريد إلغاء الطرف الثاني نهائيا، يعني نحن أمام بيض مضطهدين السود، ولكن ظهر شخصين ديكليرك ونيلسون مانديلا واتفقوا، وبعد صراع ومشوار طويل زي ما بيقول الأستاذ سامر أستاذ فراس، انتهى الموضوع بدولة واحدة تجمع البيض والسود. الآن نحن أمام صهاينة لا يريدون الفلسطينيين، وفلسطينيين لا يريدون الصهاينة. كيف سينتهي هذا المشروع؟ وهل فعلا الاعترافات دي ستؤدي إلى حل دولتين أم أنه صعب؟ يعني عزيزي، هذا السؤال بحاجة لوقت إجابة طويل، يعني وتقول أن الوقت على وشك الانتهاء. سأحاول الاختصار قدر الإمكان. أولا، هذه الحكومة اليمينية المتطرفة هي هدية للشعب الفلسطيني، وقد يستغرب البعض لماذا نقول هذا، لأنه يعني برغم كل الجرائم المرتكبة، برغم التدمير الذي ارتكب، هي سرعت في انتقال القضية الفلسطينية إلى ما وصلت إليه. نحن كنا نطالب عن طريق البي دي اس بقطع العلاقات مع دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، نطالب بحق تقرير مصير وإقامة الدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني، نطالب بالتغير العالم الدولي بتقبل الرواية الفلسطينية. هذه الحكومة خلال أشهر بوجود بن غفير وسموتريتش وهؤلاء سرعت هذه العملية، فأن أصبحت واقعا. الآن هناك سحب استثمارات، فرض عقوبة، أيضا اعترافات في الدولة الفلسطينية، انتقال جوهري. ولكن الحركة الصهيونية بالتأكيد مختلفة تماما عن ما حصل في جنوب أفريقيا. نحن نتحدث عن جنوب أفريقيا في نظام الفصل العنصري الذي تنتهجه الآن الحركة الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني، ولكن الحركة الصهيونية هي حركة استيطان كولينيالي إحلالي، تحل شعب مكان شعب آخر. هم لا يريدون الفلسطينيين بالكامل في هذه الأرض. وبالمناسبة، خلال هذه 76 عاما الماضية كان بيد الحركة الصهيونية فرص كبيرة جدا أن تحيا ضمن المحيط الكامل باتفاقات، ابتداء باتفاقية كامب ديفيد، مرورا بأوسلو وكافة الاتفاقات، أن تحصل على 78% من أرض فلسطين وتقيم ويعترف فيها للأسف بهذا كدولة على هذه الأرض، وتحقق مطالبها وتنتشر اقتصاديا وسياسيا في المحيط بالكامل. ولكن هم لا يريدون ذلك، هم يريدون 100% وأن ينتشر من فلسطين. والفلسطينيين برضو عايزين 100%. الفلسطينيين وصلوا، جزء من الفلسطينيين في مرحلة ما بقبول بالحل المجحف ب 22% من أرض فلسطين في الضفة والقطاع،
وتم توقيع اتفاق أوسلو، منظمة التحرير وقعت اتفاقية أوسلو، ولكن ما حصل في الفترات الأخيرة أوصل الشعب الفلسطيني للقناعة التالية، وهذا أنا يعني أقوله، لا مجال لحل دولتين، لسنا في مرحلة حل مع الحركة الصهيونية بل بمرحلة مواجهة، والحركة الصهيونية هي أرادت أن توصل الأمور إما نحن أو هم، إما الشعب الفلسطيني وإما الإسرائيليين، هم ما أوصلوا لهذه المرحلة، بالتالي لا يمكن أن أيوة بس عليك. المجتمع الدولي يا أستاذ فراس مش هيرضى لك بالحل اللي بيقوله أستاذ سامر. أستاذ فراس أستاذ محمد، هناك مشكلة مارسها خضع لها الفلسطينيون عموما، وأعني بذلك القيادات الفلسطينية، وهو أنهم شعروا دائما بأنهم مضطرون لتقديم حلول للعالم، والحقيقة أن العالم هو الذي يجب أن يقدم حلول للفلسطينيين. الفلسطيني هو الذي سرقت أرضه، وهو الذي طرد من بلاده، وهو الذي يقتل يوميا ويجرح ويعتقل، وبالتالي ليس مطلوبا منه أن يقدم حلا يريح مصالح وضمائر الدول الأوروبية. الفلسطيني موقفه الوحيد الواجب هو الاشتباك مع الاحتلال، هذا هو الموقف. يعني أنت متفق مع أستاذ سامر؟ نعم، أنت كشعب تحت الاحتلال دورك وموقفك الوحيد هو الاشتباك مع الاحتلال. عندما يقدم لك حل من الاحتلال مجبرا، الاحتلال لن يقدم حلا يعني لسواد عيوننا أو محبة منه أو يعني منة منه، عندما يضطر الاحتلال ليقدم حلا، وعندما تضطر الدول الغربية التي تدعم هذا الاحتلال لتقديم حل، عندها يجب أن يجيب عليه الفلسطيني. لكن الفلسطيني اليوم يجب أن يدرك، وهذا الخلل الذي مررنا به خصوصا منذ ابتداء منذ النقاط العشرة عام 1974 وخصوصا بعد أوسلو، يجب أن ينتهي. نحن شعب تحت الاحتلال، طيب. هدفنا الوحيد هو الاشتباك مع هذا الاحتلال زي ما قال الأستاذ سامر. طيب أنا بس عندي في دقيقة، لو ترجاكم في دقيقة واحدة، الأستاذ أو الأخ توماس فريدمان قال أن الأوروبا الثلاث دول الأوروبيين دول اللي اعترفوا بدولة فلسطين لم يحددوا، لو جبت لي المقالة كانت أخيرة هو قال كده بالنص، لم يحددوا ما هي هذه الدولة، حدود الدولة دي. سؤالي بس في دقيقة، هل تعتقد أن الخارجية الأسبانية والخارجية الأيرلندية والخارجية النرويجية كانوا قصدين عدم أو كانوا قصدين إغفال حدود هذه الدولة أم أنه مقصودة؟ هو بيقول اهو المقالة اهو، بس لو جبت لي الحتة الله يخليك، بس تركيزي ينصب دائما على الجانب العملي، ده هو اللي بيقول. فهل سيؤدي هذا الاعتراف بدولة فلسطينية غير موجودة ذات حدود غير محددة إلى الحل المستدام؟ هل تعتقد أن أيرلندا، والكلام على مسؤولية توماس فريدمان، أيرلندا وإنجلترا سوري أيرلندا والنرويج وأسبانيا عندما اعترفوا بدولة فلسطين كانوا يقصدوا إغفال حدود هذه الدولة؟ أستاذ فراس سؤال عند حضرتك. طبعا بالتأكيد هذه دول لديها دبلوماسيين ولديها سياسيين، لا يمكن أن تصدر قرارا فاقدا لهذه الجزئية دون معنى. هي تريد أن تضغط على الاحتلال لحل الدولتين وتضمر في إخفاء حدود هذه الدولتين لأن تترك للمفاوضين الفلسطينيين يعني مقصودة اتفاق عليها. وهذا هو بالمناسبة القرار الموقف المعلن لبريطانيا وأمريكا، وهو برأيي الموقف المضمر من هذه الدول الثلاثة، حتى ولو لم تعلنه هي توافق على مبدأ الدولة ولكن تترك تحديد حدوده للمفاوضات. أستاذ سامر سريعا تعليق حضرتك، هل ده إغفال عن عمد؟ بالتأكيد عن عمد. أولا الشعب الفلسطيني باختصار لو قلتها في أكثر من مقال وأكثر من لقاء، ليس مجبرا على تحديد حدود الدولة، لأنه أصلا دولة الاحتلال لا تحدد دولتها. بالتالي لماذا أنا مجبر أن أقول للعالم كما قال الأستاذ فراس أنا حدودي في حرب 67 أو قرار التقسيم أو 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 إلى آخره، ودولة الاحتلال تريد كل الأرض. وبالتالي أنا قلت قبل قليل نحن في صراع مفتوح مع الحركة الصهيونية حتى النهاية، مع المشروع الصهيوني بالكامل. إذا المشروع الصهيوني انتهى يسهل الحديث عن التعايش، عن أساليب، عن عودة اللاجئين، عن يعني قضايا مختلفة في تلك الفترة يطرح الحل. ولكن أنا أعتقد الأوروبيين عندما يتحدثون بدون تحديد هم فعلا يحاولون الالتفاف على الحقيقة، لأنهم يؤمنون في تبادل الأراضي
ما بين مع الاحتلال اعطاء اراضي، وللاسف القياده الفلسطينيه وافقت في مرحله ما على تبادل اراضي، اراضي التي فيها المستوطنات الان الاراضي الحيويه في الضفه ان تعطى للاحتلال ويعطونا بدلها في النقب او الى اخره. هذا الموضوع لا يجب ان يفتح، لا يجب ان يناقش. نحن مره اخرى نقول للعالم نحن شعب فلسطيني منذ 1897 منذ مؤتمر بازل الصهيوني وحتى هذه اللحظة ندفع أثمان سكت عن العالم من الحركة الصهيونية وضغطها. الأستاذ سامر العنتباوي الخبير في الشؤون الإسرائيلية بشكرك جدا يا فندم. الأستاذ فراس أبو هلال بشكرك جدا يا فندم. يعني الحوار والله في القضية دي يحتاج إلى حلقات وحلقات، لكن احنا تجاوزنا الوقت ب 11 دقيقة. بعتذر لزمايلي، بعتذر لحضراتكم، ولكن انتهت الحلقة لحد كده. إلى أن نلقاكم غدا وحلقة جديدة من مصر النهاردة، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.